السلام عليكم يا شباب. واجب الحصه الثانيه، تعالوا كده نبدا بالتشوز. اول سؤال: سيريس كونكشن اوف ريزيستورز ليدز تو نوت ان ذا تو ريزيستنس. السيريس كونكشن بتعمل ايه؟ السيريس كونكشن بتكبر الار ايكويفالنت. ليه؟ لان احنا بنعمل بلس. لو انت فاكر كان القانون R1 بلس R2 بلس R3 اند سو اون. البارل كونكشن ليدز تو ايه؟ ليدز تو ديكريز. الار بارل بتصغر. فاكر في السيريس كنا بنقول الار بتبقى اكبر من اكبر ار لانك بتعمل بلس، وفي البارل بنصغر لان احنا بنعمل ايه؟ بلس بس للريسيبروكال بقى 1 اوفر. لو انت مش متخيلها احسبها، يعني امسك مقاومه كده بخمسه ومقاومه مثلا بثلاثه، فاصغر واحده فيهم ثلاثه، خدهم بارل كده على الكالكوليتر هتلاقيها اصغر من ثلاثه، يبقى البارل اصغر من اصغر ار، يبقى البارل بتصغر. رقم ثلاثة: 3 resistors each of 9 ohm are used to obtain an equivalent resistance of 6. يبقى انا معايا 9 و9 و9 عايز اوصلهم بطريقه ما عشان احصل في النهايه على 6 ohm. تعال نشوف انهي كونكشن صح. مبدئيا دي غلط، نمبر دي غلط، لان هم سيريس فاكبر من اكبر واحده فيهم وكلهم 9 اصلا، فهم اكيد يطلع 27 فده غلط. طيب تعال مثلا نشوف دي نمبر ايه. نمبر ايه برضو اكيد غلط، لان عندي هنا واتيفر كان كام هو سيريس مع الناين فاكبر من ناين، فبرضو ده غلط ان انت عايزها 6 فما ينفعش ياخد ولا دي ولا دي. هيبقى عندك اتنين هتجربهم، يبقى انت بمجرد النظر بس كده لقيت هنا في سيريس غلط، لقيت هنا في سيريس مع الناين اكيد غلط لان انت عايز 6. طيب 9 و9 و9 على الكالكوليتر عندك قانونين، يا اما الواحده منهم على عددهم ار على ان هيطلع معاك 3 9 3 3 والترند كده اكتشف ان ده غلط، يا اما تعمل 1 اوفر 9 بلس 1 اوفر 9 بلس 1 اوفر 9 وتقلب الانسر في الاخر هيطلع برضه معاك 3، يبقى برضه دي غلط. اخر واحده ال 9 و9 سيريس مع بعض ب 18، انا عندي هنا كده 18. طيب وايه كمان؟ عندي هنا 9 بارل معاها، ناخدهم بارل مع بعض يا اما 1 اوفر 9 بلس 1 اوفر 18 ونقلب الانسر، يا اما برودكت على الصم هيطلع معاك كام؟ 18 في 9 على 18 بلس 9 هيطلع معاك 6، يبقى الانسر B. The total resistance of 10,000 ohm and 1 ohm connected in parallel. هوصل 10,000 ohm مع 1 ohm parallel. طيب الانسر الايكويفلنت بتاعهم يكون ايكوال 1 ولا اصغر من 1 ولا اكبر من 10,000 ولا ما بين الواحد وال 10,000؟ احنا قلنا ان البارلل بتصغر اصغر من اصغر ار، اصغر ار عندك اللي هي ال 1، فالبارلل هيبقى اصغر من ال 1. مش مقتنع؟ هتجربها. هتمسك ال 10,000 في 1 على 10,000 بلس 1، هتلاقي الانسر طلع معاك رقم اصغر من الواحد. If two identical resistors are arranged in parallel and a third identical resistors is added in parallel to them, what is the ratio between the new equivalent resistance to the old one? طيب لما هما الاثنين identical ووصلتهم parallel يبقى الار equivalent بكام؟ الار equivalent الاولى بكام؟ r على 2، لان هما الاثنين parallel ف r على n و identical يبقى r على 2. طيب ولما وصلت واحد ثالث معاهم when a third identical resistor is added خلاص يبقى الار equivalent r على 3. هو عايزك بقى تقسم ده على ده، عايز الريشيو بتوين النيو على الاولد، يبقى قسم دي على دي. تعال نشوف كده r equivalent 2 على r equivalent 1 equal r over 3 divided r over 2. الار طبعا هتروح مع الار هتلاقي في الاخر 2 over 3. قلنا تحت اللي تحت بيطلع فوق يبقى ال 2 دي تطلع فوق، وتحت اللي فوق هينزل تحت، يعني الثلاثه هتنزل تحت. او هتكتبها على الكالكوليتر 1 over 3 divided 1 over 2 كده. تمام؟ هيطلع لك 2 over 3 يبقى الانسر B. Two lamps have resistance R1 و R2. Where in R1 أكبر من R2؟ متوصلين parallel بإلكتريك سورس، عايز يعرف أنهي واحدة فيهم قضيتها أكتر. أنا عندي دلوقتي مقاومتين واحدة فيهم أكبر من التانية، R1 و R2، مين الكبير؟ R1.
طيب الكرنت وهو جاي من هنا كده هيتقسم على الفرعين يخش فين اكتر؟ في المقاومه القليله. احنا قلنا لو الكرنت ماشي لقى قدامه 2 برانشز يخش اكتر في الكرنت في الار القليله، يخش اكتر في الار القليله. فمين الار القليله؟ اللي هي ار 2. ار 2 اصغر يبقى هي اللي هتنور اكتر، لو كانت لمبه يبقى هي هتنور اكتر، يبقى اضاءه ار 2 اكبر من اضاءه ار 1. في واحد تاني ممكن يقول لي طيب انا موصل بنفس الالكتريك سورس، نفس الباتري هنا، يعني الفولت ثابت، فهيفكر في الباور في سكوير على ار. الفولت ثابت على الاثنين عشان هما بارلل ونفس السورس، خلاص يبقى الفي ثابت. اللي عنده ريزيستنس اقل عنده باور ايه اعلى، يبقى يضيء بشكل اعلى، يبقى ار2 برضه هتنور اكتر. يبقى الاجابه بي، ان ار2 اضاءتها اعلى من ار1. طب لو نفس التو ريزيستورز دول بس وصلتهم المره دي سيريس بقى كده، برضو R1 و R2، وير برضو ان R1 اكبر من R2. دلوقتي بقى طالما هم سيريس اللي عنده ريزيستنس اكبر ينور اكتر. ليه؟ لان الاثنين بقى خلاص معدي فيهم نفس الاي، فمش الاي اللي هيحدد مين اللي هينور اكتر، اللي عنده ريزيستنس اكبر. هتفكر في الباور، فاني قانون اي سكوير في R. طب انا ليه فكرت في الاي سكوير في R مش الفي سكوير على R؟ اولا الفولت مش ثابت عليهم، يعني هيتقسم ان هم سيريس، قلنا الفولت بيتقسم في السيريس، وهنناقش الكلام ده ان شاء الله تاني في الحصه الجايه وبرده اللي بعدها. فالاي مش هو اللي هيحدد، يبقى اللي عنده ار اكبر عنده باور اكبر. يبقى خد بالك من المسالتين دول، المساله اللي فاتت كان عندي نفس السؤال بس بارلل، هنا سيريس. في حاله البارلل هفكر في الفي سكوير على الار عشان الفولت ثابت، في حاله السيريس هفكر اي سكوير في ار عشان الاي هو اللي ثابت. وبالتالي في البارلل الباور والار انفرس، انما في السيريس الباور والار دايركت. يبقى الاجابه هنا ان اضاءه ار1 اكبر من ار2. يبقى الاجابه ايه؟ السؤال اللي بعده، تو ريزيستورز ار و 4 ار كونكتد ان بارلل. يبقى انا عندي كده مقاومتين، ادي ار وادي 4 ار. تعالى نفترض ان الار ب1، يبقى دي ب1 ودي ب4 4. طيب الكونسيومد باور ان ذا ريزيستور ار ايكوال 4 تايم دبل ايكوال كوارتر الكونسيومد باور في ال 4 ار. طيب برضه هفكر بأي قانون، هفكر بالقانون اللي هو في سكوير على ار، لان دول متوصلين بارلل، في البارلل الفولت ثابت يبقى الباور ايكوال في سكوير على ار. طب ما الفولت ثابت يا مستر، يبقى الباور والار انفرس، فهقول باور 1 على باور 2 ايكوال R2 على R1، وابدا ان انا ايه اعوض باور الاولاني عايز اعرفه والباور الثاني عايز اعرفه، الR الثانيه ب 4 R والR الاولى ب R واحده، هنشيل الR مع الR، يبقى P1 على P2 ايكوال 4. اصلا ممكن نمسح ده، يبقى R1 على P1 على P2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. هات بقى P1 في ناحية لوحدها كده، يبقى P1 ايكوال 4 P2، يبقى الإجابة هتكون 4 times. Number 9، The equivalent resistance of three identical resistors connected in parallel is 2 ohm. Then their equivalent resistance connected in series ايكوال كام؟ عندي ثلاث مقاومات identical، يعني الـ R equivalent R على 3 ايكوال كام؟ 2. ما هو قال لك ان هم ايدنتيكال يبقى كلهم بار، هم كام واحده؟ 3. يبقى R على N R على 3 ايكوال كام؟ ايكوال 2. خلاص يبقى ايكوال 2. طب لما اوصلهم سيريس شكلهم عامل ازاي؟ ما انا ما اعرفش الواحده منهم بكام، بس انا اعرف احسب من هنا ان الواحده منهم قيمتها كام؟ 6 اوم. يبقى انت حسبت قيمه الواحده منهم من اول ايكويشن اهو اديها لك. لما توصلهم بقى سيريس هيبقى عندك 6 و6 و6 سيريس، او 3 في 6 على طول، ار في ان، ار في ان، يبقى 3 في 6 بكام؟ 18. A number of identical resistors، a number of n identical resistors، عدد معين ما نعرفوش، كل واحده منهم ار connected in series. ماشي اوكي.
the equivalent resistance equal x. يبقى انا لما وصلتهم سيريس يعني n في r كانت equal x. And when they are connected in parallel, the equivalent resistance is y. يعني ال r على n equal y. ده في حالة السيريس، ده في حالة البارل. طالب مني بقى ايه؟ قيمة ال r بكام؟ بكام من دول؟ طيب دول كام equation؟ two equation. انا عايز ال r من هنا او من هنا، مش تفرق. فتعالى مثلا نتكلم على الايكويشن دي. هجيب من هنا قيمه ال n وعوض بيها في الايكويشن الثانيه. ما انا دلوقتي عندي هنا r على n equal y، عايز اشيل ال n دي. فال n دي عشان اشيلها هحط قيمتها من هنا. هي بكام من هنا؟ ال n هنا equal x على r، واروح بقى ارميها هنا. يبقى عندي ايه؟ r على n. ال n جبناها بكام من الايكويشن الاولى؟ x على r. x على r كله يكوال كام؟ y. طب انا قلت لك تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى ال r تطلع فوق. r في r ب r سكوير على كام؟ على x equal ال y. يبقى ال r سكوير يكوال كام؟ x في y. يبقى ال r سكوير ممكن نكتبها هنا، نمسح بقى الكلام ده دلوقتي. يبقى ال r سكوير equal x y. يبقى ال r equal root x y. يبقى الإجابة دي تمام. نمبر 11، 3 identical resistors each of them 24. يبقى أنا عندي ثلاثة كل واحدة فيهم ب 24. connected in different ways. Hence the following choices represent the possible values of their equivalent resistance. Except مين في دول؟ يعني هو عنده ثلاث مقاومات 24 24 24 هيوصلهم بأكتر من طريقة مختلفة، وكل مرة هيبقى عندك أنسر معين. في واحدة في دول بقى غلط، فأنت لازم تجرب كل الطرق. والله لو كلهم سيريس، تعال نجرب لو كلهم سيريس. هقول 24 في 3 هيطلع معاك 72، مش موجود ده أصلا. طب لو أنا خدتهم كلهم بارلل ب 24 على 3 ب 8 دي موجودة؟ اه موجودة. خلاص دي مش معانا. طيب نبدأ بقى نعمل ميكس بقى، مرة اتنين سيريس مع واحدة بارل، مرة اتنين بارل مع واحدة سيريس. تعال نجرب الأول. لو أنا وصلت اتنين سيريس مع واحدة بارل، يبقى عندي 24 و 24 و 24. هتاخد ال 24 وال 24 سيريس، هيطلع 48. بارل مع 24 يبقى 48 في 24 على 48 بلس 24 هيطلع معاك كام؟ 16. موجوده ال 16؟ موجوده. مش معانا برضو. خلاص اجرب بقى الاحتمال الاخير ان هو يبقى عندي ايه؟ انا كده جربت اتنين سيريس مع واحده بارلل، لا يبقى اتنين بارلل مع واحده سيريس. اتنين بارلل مع واحده سيريس يبقى 24 و24 و24 دول بكام؟ ب 12. طب 12 و24 سيريس، 12 و24 36 موجوده؟ اه موجوده. يبقى اذا انا جربت الاربع احتمالات الموجودين، مفيش ولا احتمال اداني 20، يبقى ال 20 دي الغلط. يبقى انت لما جربت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، طلع لك الانسرز المختلفه دي، ما عدا ده عمره ما طلع معاك. يبقى عمر الثلاث، عمر ال 24 24 24 مع بعض عمرهم ما هيدوني 20 بأي توصيل تاني. انا جربتهم كلهم. When we connect some equal resistor in series, the equivalent resistance is 100. وصلت مجموعة معينة اللي هو ايه بقى؟ n في r. انا ما اعرفش هما كام. يبقى n في r equal كام؟ equal 100. طيب ولما وصلتهم parallel الايكويفالنت كان ب 4، يبقى برضو r على n equal 4. يبقى الفاليو بتاعت كل واحده فيهم بكام؟ هو عايز برضو زي ما حللناها من شويه، هو عايز قيمه الار يتعوض هنا يتعوض هنا ايا كان. تعالى مثلا نشتغل على دي. الار على الان ب 4، يبقى انا محتاج اشيل الان. اشيل الان منين؟ من فوق بقى. هتجيبها من فوق. الان هنا بكام؟ الان هنا ب 100 على الار. روح بقى ارميها هنا، عوض بيها هنا. يبقى الار ديفايدد 100 على r equal 4.
طيب قلنا تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى الار دي تبقى تطلع فوق تو ار سكوير على 100 ايكوال 4، يبقى الار سكوير ايكوال 400، يبقى سكوير روت 400 يطلع 20، يبقى الواحده منهم ب 20. انا وديت ال 100 الناحيه الثانيه بقت الار سكوير ب 400، يبقى الار سكوير ايكوال 400. عايز بقى الار، اعمل روت 400 او على طول لحد هنا، اصلا ممكن تعمل شيفت سولف او لحد هنا حتى شيفت سولف على الكالكوليتر على طول. طيب شابتر 2 ان شاء الله هنتكلم فيه على موضوع الاميترز الديفايس بالتفصيل الممل، يعني ده في اخر شابتر 2. بس هنا في سؤالين كده، ايه معلومات عامه لازم تبقى انت عارفها برضو. الاميتر فاي افشنسي شود هاف، الاميتر اللي عنده كفاءه عاليه جدا لازم مقاومته تبقى قليله جدا جدا جدا، يبقى لازم يكون عنده فيري لو ريزيستنس. طب ليه الاميتر انت عارف انه بيتوصل سيريس؟ يعني انت لما بتحب تقيس الكهرباء في مكان بتحط الاميتر ازاي؟ بتحطه سيريس. فانت لازم تضيف الاميتر يكون مقاومته تقريبا نيجلكتد، مش موجوده اصلا، مش حاسين بيها. ليه؟ عشان هو لو كان ليه مقاومه يعني ممكن تكون مثلا قد دي او رقم محسوس كده يعني وكبير، هيغير في الكهرباء، وده احنا مش عايزينه. انا عايز احط الجهاز اكنه سباي كده، جاسوس، حط في السيركت، السيركت ما تحسش ان في حد دخل زياده على السيركت، مفيش ريزيستنس اتضافت. اوكي، يبقى لازم مقاومته تبقى قليله جدا. طيب نفس الكلام، الفولتميتر اللي عنده هاي افشنسي شود هاف العكس بقى، هاي ريزيستنس. ليه؟ لان الفولتميتر برضو بيتوصل ازاي؟ لما بتحب تقرا الفولت في حته بتوصل الفولتميتر بارلل، فالفولتميتر ده انا عايز اضيفه في السيركت ما ياثرش فيها، فعايز مقاومته تبقى عاليه جدا جدا جدا، بحيث ان الكرنت لما يجي هنا عند النقطه دي هيعمل كام فرع؟ اتنين، الفرع بتاع الفولتميتر والفرع بتاع الريزيستنس. انا عايز الاي يكمل في طريقه عادي، ما هو الاميتر الفولتميتر ده ما كانش موجود، الاي ماشي كده عارف طريقه. انا لما احط الفولتميتر المفروض ان الكرنت يتقسم، انا بقى مش عايزه يتقسم بشكل يضر القرايه بتاعتي، لان انا عايز اغلب الاي تخش في الار، فلازم ابقى حريص ان الفولتميتر مقاومته عاليه جدا. اللي هتبتدي تفهمها كويس قوي في تشابتر 2 في اخره هتستوعبها اكتر بالتفصيل، بس ده كده ايه يعني انترو كده. طيب what is the maximum number of 5 ohm resistance that can be connected in parallel to a 7.5 volt battery for the total current not to exceed 10 ampere? What is the maximum number of 5 ohm resistance that can be connected in parallel to 7.5 battery؟ يبقى انا عندي دلوقتي باتري ب 7.5 فولت وعايز اوصل عدد معين من المقاومات، كل مقاومه منهم بخمسه، بس العدد ده كام انا ما اعرفش. يبقى انا هحط هنا ايه؟ عدد معين من الخمسه اوم دي، 3 4 5 يعني اوم دي 6 3 3 4 6 7، بحيث ان الكرنت يبقى كام؟ ما يعديش ال 10 امبير، ما يعديش ال 10 امبير. تعال نجرب كده دلوقتي. انا لو قسمت، عايز اجيب الار وقلت ان الار في على اي، يعني 7.5 على 10، 7.5 اوفر 10 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 0.75. في نفس الوقت مين هي اصلا الار دي؟ دي الار ايكويفالنت اللي هي بتساوي كام؟ الواحده منهم على عددهم، ار على ان. اوكي، يبقى كام من هنا لان بكام؟ هما كام واحده؟ 5 ديفايدد الانسر طلع معايا كام؟ 5 ديفايدد 0.75. طلع الانسر كام؟ طلعت الان، طلعت من هنا الان ايكوال 6.6667، وفي الاخر كده ايه؟ 7. طب انا كده هختار مين؟ هختار ال 6 ولا هختار ال 7؟ تعال نشوف دلوقتي. لو هم كلهم كانوا، وليكن انت عايز تعمل ابروكسيميشن لقيتهم 7، 6.66 قلت اصل هخليها 7، واخترت انت ال 7، تعال نجرب ونتاكد من الكالكوليشنز دي. تعال نشوف هل فعلا الباتري لل 7.5 لما تستخدم انت 7 ريزيستورز من 5 اوم دي
هتديني 10 ولا اكتر من 10 واصغر من 10. تعال نشوف. يبقى هقول 7.5 او الار ايكويفالنت هتكون ار على ان، يعني 5 اوفر 7. ما انت اخترت ان هم يكونوا 7. طيب الاي بكام بقى؟ في على ار. الفي بكام؟ 7.5. والار بكام؟ 5 اوفر 7. نحسب الاي. 7.5 على 5 اوفر 7 طلع الانسر معايا 10.5، 10.5. خد بالك ان هو لك not to exceed، انا مش عايزه يعدي ال 10 امبير. يبقى الاجابه بتاعتنا طبعا ايه؟ 6. يبقى انا هنا مش هعمل ابروكسيميت، انا عايز اقل عدد يديني كرنت ما يعديش ال 10. فلو انت خدت ال 7 او انت عملت ابروكسيميت كده 7 هيطلع الانسر معاك غلط. ليه؟ لان الكرنت هيطلع اكتر من 10. لا انا عايزه ما يعديش ال 10 فهختار 6 لومت. يبقى الاجابه طبعا 6. يبقى انا اول حاجه عملتها جبت الار ايكويفالنت في على اي طلعت 0.75 ايكوال ار اوفر الان، والار الواحده بخمسة. يبقى الان بكام؟ 6 وشويه. اختار انا كام بقى، 6 ولا 7؟ هختار 6. ليه؟ لما تيجي تعوض كده بال7 هتلاقي ان الكرنت عندك بقى 10.5 وده مش مظبوط. يبقى اقصى عدد ليا استخدمه هو 6. السؤال اللي بعده، two metallic rods of different material same length the resistance of the first equal 9 ohm. يبقى ممكن نكتب r1 كده و r2 18 ohm. they are connected together by a length of 1/3 so their equivalent resistance equal كام؟ يعني هما اشتركوا مع بعض في third length زي ما انت شايف كده، وهما الاثنين ليهم نفس اللينز بس مش نفس الريزست. تعال نشوف كده المنظر ده هيبقى بكام. دلوقتي تعال نفترض مع بعض ان دي ار1 والثانيه ار2 او العكس، مش تفرق برضو معاك خالص لان هما نفس اللينز زي ما قلنا. طيب ار1 دي اصلا بكام؟ ب9. انا لما خدت 1/3 منها اللي هي تساوي كام؟ يعني 3. يبقى الجزئيه دي كده ب3 اوم. يبقى هنا كام؟ 6 اوم. يبقى الحته دي ب6 والجزء اللي انا اشتركت بيه ب3. طب الار الثانيه ب18. ال1/3 اللي انا دخلت بيها دي كام؟ 1/3 في 18 يعني 6. يبقى ده كام؟ 18. يبقى الجزء الكومن ما بينهم 1/3 وكل واحده ليها قيمه معينه. طيب اول واحده كانت 9 يبقى انا مشارك ب3، تاني واحده ب18 يبقى انا مشارك بكام؟ سوري 12. دي 12 ما هي كلها 18 فانا مشارك بس بالثيرد يعني 6 يبقى لي 12. المنظر ده هيترسم ازاي؟ كده واكيد دول متوصلين بارلل وبعد كده ار تاني. يبقى هنا في 12، هنا في 3، هنا في 6، هنا في 6. يبقى الكرنت وهو جاي هيقابل ال 12 بعد كده الايكويفالنت بتاع ال 3 وال 6 بعد كده يكمل طريقه ويخرج من هنا تاني من ال 6. يبقى الار ايكويفالنت كده بكام؟ 12 و 6 دول سيريس. سيريس مع اللي هيطلع من هنا. اللي هيطلع من هنا بكام بقى على الكالكليتر؟ الار ايكويفالنت هنا 3 في 6 على 3 بلس 6 هيطلع معاك 2. يبقى 2 و 6 و 12 كلهم سيريس. هيطلع كام؟ هيطلع معاك 2 او 21. 2 و 6 يبقى 8. 8 و 12 يبقى كام؟ 8 و 12 يبقى 20. يبقى 12 و 2 و 6 يبقى 20. مش 21 لا، يبقى 20. يبقى فكرتك كلها بس انت مشارك قد ايه باللينس بتاعك؟ قال لك 1/3. 1/3 ده يعني كام من الست من التسعه كلها؟ يبقى 3. وكام من ال 18؟ يبقى 6. نوصلهم في بعض كده يبقوا بارل. سؤال نمبر 17، ميتاليك واير هاز يونيفورم كروس سكشن اريا لينس ال ريزيستنس ار، يبقى هو مقاومته في الاول كده ار. If third of the lens is folded to become adjacent to a part of the wire، يعني جبنا 1/3 منه كده ونتنينه بالمنظر ده بحيث بقى عنده مقاومه جديده اسمها ار2
عايزين نعرف بقى مقاومته دي تبقى بكام. بص يا سيدي، هي مش مختلفه قوي عن المساله اللي فاتت، هي ممكن نمشي كده بطريقه ايه بسيطه. ادي اي قيمه للار دي، بس قيمه ينفع تتقسم على الثلاثه. اشمعنى؟ لان هو قال لك ثيرد اللينس. فانا هفترض ان الار الاولى دي اصلا بثلاثه، انا هفترض ان قوته في الاول كانت ثلاثه. طب انا لما اجيب ثيرد الريزيستنس واتنيها كده، يبقى الثيرد ده بكام؟ ثيرد الريزيستنس كام؟ واحد. وانا هقسمها ثلاث حتت، كل حته بكام؟ واحد اوم واحد اوم واحد اوم. همسك بقى الجزء ده واتنيه هنا كده، بقى ده المنظر. بقى عندي واحد اوم بارل مع واحد اوم، دول كده سيريس مع الواحد اوم. اوكي، يبقى الار الاولى بتلاتة والار التانية دول ايه؟ بارل 1 1 بهاف، 1 في 1 على 1 بلس 1 هاف. سيريس مع مين؟ سيريس مع الوان اللي جنبها دي اهي، يعني ممكن نبص لها كده. يبقى 1 اوم 1 اوم 1 اوم. يبقى الار الجديدة عندي بكام؟ 1.5 اوم. دي اسرع طريقه واسهل طريقه انك تفترض حاجه، تفترض رقم، بس اختار اي رقم صح طبعا، بس انا افترضت رقم يعني هيسهل على الحسابات شويه، لان انا هقسم الوير بتاعي على ثلاث حتت، فاخترت ان القيمه تبقى ثلاثه عشان الحته تبقى بواحد. يلا، يبقى الار الاولى على الار الثانيه ايكوال 3 على 1.5 ايكوال كام؟ 2. يبقى الار الثانيه بتساوي كام من الار الاولى؟ ار الاولى على 2. يبقى الاجابه دي. اوكي، هو عايز يقارن الحاله الثانيه بالحاله الاولى، فانا افترضت الحاله الاولى برقم قمت حاسب الحاله الثانيه واعمل ديفايدد بعض عشان اعرف دي بتساوي كام من ده. ده لو انت يعني ايه عايز تسهل على نفسك وتشتغل بالارقام. عايز تتعب نفسك بقى وتشتغل بالسيمبلز، بص يا سيدي، هو دي قيمتها ار، هو ده اللي هو قايله، وتاني جزء منها اللي هو قيمته كام؟ 1/3. يبقى انا عندي هنا 1/3 من الار بارلل مع 1/3 من الار سيريس مع اللي اتبقى اللي هو ده اللي هو 1/3 من الار، فاهم؟ اللي هو كله ايه؟ ار. فهقسمه ثلاث حتت، 1/3 1/3 1/3. همسك حته 1/3 واوصلها بارلل معاها، يبقى 1/3 بارلل مع 1/3 سيريس مع ال 1/3 الثالثه. طيب خد دول بارلل كده على الكالكليتر، يبقى 1/3 ديفايدد 2 هيطلع لي كام؟ 1/6. يبقى دول كده 1/6، ايه علاقتهم بدي؟ سيريس. يبقى بلس، يبقى هعمل 1/6 بلس 1/3 هيطلع لي 1/2. يبقى الار الثانيه بتساوي كام؟ نص. يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه دي. بس كان اسهل حاجه ان انت تفترض رقم في الاول توسط الدنيا على نفسك. طيب نمبر 18، which choice is correct. عندي هنا باتري متوصل ل 2 ريزيستور بارل، واحده مكتوب عليها 30 واط والثانيه مكتوب عليها 60 واط. طيب عايز يعرف انهي كرنت اكبر. مبدئيا هو اكيد اكبر كرنت هو كرنت السورس اللي هو اللي خارج من هنا، فالاي سورس اعلى واحد طبعا. انت هتختار دي، هو هيكون بقى في اختيار رابع بعد كده، يجي لك اختيار رابع يلخبطك شويه، فانا عايز اتاكد فعلا اذا كان ده الصح ولا لا. يعني المفروض هنا يا جماعه يكون في اختيار تاني مكتوب فيه اي سورس ولا اي اي ولا اي بي، بس هي غلطه مبدئيه. تمام، طيب كده كده انا عارف ان الاي سورس اعلى واحد. مين بقى اعلى واحد في الكرنت، ده ولا ده؟ اللي عنده باور اكتر عنده اي اكتر، اللي عنده ضوء اعلى عنده اي اعلى، فبي عنده باور اعلى، يبقى فعلا سي هي الانسر. What is a change that could be done in the opposite circuit to increase the intensity of the current؟ عايز يزود الاي. طيب اللي هيعدي في اللامب دي، تعال نشوف اول اختيار. Adding a resistance in series؟ لا طبعا، لما بوصل حاجه سيريس بكبر ريزيستنس فبصغر كارنت، ما ينفعش.
moving the bulb to point B. هو انت لما تشيل اللمبه تحطها هنا ولا اي حاجه؟ حطيتها هنا هنا اي حته مش فارقه، كل واحد يا كان غلط. adding resistor in parallel with the resistance which is in the circuit. اجي هنا كده واوصل هنا ايه؟ مقاومه parallel. اه لان البارلل بتصغر الريزيستنس فهتكبر مين؟ الكرنت، فهتزود قدرة اللمبه. يبقى الاجابه سي. طبعا removing one of the two batteries يعني انت لما تشيل واحده من دول هتصغر الفولت فتقلل الكرنت، برضو مش مظبوط. يبقى الاجابه طبعا سي، انك توصل ريزيستنس بارلل مع الريزيستنس اللي عندك. Which of the following of the voltmeter represents the relation between the reading V1 and V2؟ لما تيجي تبص لي كده على V1 هو متوصل على الثلاثة، V2 متوصل على الستة، فأكيد مين فيهم رايته أكتر؟ هتكون الـ V2، لأن الـ V1 هيقرأ I في ثلاثة، إنما V2 هيقرأ I في ستة. وهنتكلم على الفولتميتر ريدنجز بالتفصيل في Lecture 3. فأكيد رايت V2 أكتر، أوكي؟ طيب انهي جراف بقى بيعبر عن الكلام ده؟ جراف نمبر A لما تلاقيه كده مظبوط قوي المسافه دي زي المسافه دي كده، ده معناه ان هم قد بعض، ده مش مظبوط. طيب دوت مايل اكتر على V1، ده مايل اكتر على V2. اخر واحد ده كيرفد، برده مش مظبوط. تعال نشوف مثلا كده نمبر B. هو لما B الفولت الاولاني يبقى مثلا ب2، V1 لما يبقى باتنين، V2 يبقى بكام؟ بواحد. انا هدي ان المربع بواحد، واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا، واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. فلما فولت نمبر 1 يبقى مثلا باتنين، اطلع كده الاقي V2 ب1، يعني V2 اصغر من V1؟ لا، عندي العكس اللي هو رقم كام؟ رقم C. تعال نشوف، هنحط برضو كل مربع بواحد، يبقى 0 1 2 3 0 1 2 3. لما الفولت الاولاني يبقى بواحد، الفولت الثاني يبقى باتنين؟ اه، لانه فعلا هو ضعف الايه؟ ضعف الريزيستنس، يبقى ضعف الريدنج. يبقى لازم اللاين بتاعي يبقى مايل للاكتر. مين بقى الاكتر؟ في 2. خلاص انت مش كل بقى جراف هتعمل القصه دي انك تشوف ده كان بكام فده يبقى بكام، لا انت افهم بقى ان هو طالما بالظبط في النص يبقى هما قد بعض. مايل على في 1 يبقى في 1 اكتر، مايل على في 2 يبقى في 2 اكتر. طبعا كيرف دي مش علينا، يبقى الاجابه سي. Which of the following graph represents the relation between the reading ammeter 1 و ammeter 2؟ تعال نشوف. ammeter 1 ده اكيد بيقرا الاي توتال، اكيد، ما هو كارنت خارج من هنا هيمشي هيمشي كده، هيعدي على ammeter 1، هيجي عند ammeter 1 عند النقطه دي ويتقسم. فاكيد اميتر 2 قرايته اقل من اميتر 1، يبقى انا عايز اللاين بتاعي يبقى قريب من اي 1 اللي هو فين بقى؟ اللي هو نمبر ده مايل على اي 2 غلط، ده مايل على اي 2 برده مش مظبوط، ده مايل على اي 1، يبقى الاجابه A. ده طبعا في النص بالظبط، قلنا يبقى قد بعض غلط، يبقى اللي انا عايزه يكون ايه؟ مايل على اي 1، لان اي 1 اكبر بكتير. In each of the following figures 7 equal resistors connected together which their equivalent resistance is equal to 1 resistance. طبعا هم كلهم identical، هو عايز بقى ان الايكويفالنت يبقى بواحد في الاخر. تعالوا نفترض ان الارب 1 عشان بقى ايه نخلص زي ما انت سهل على نفسك الحسابات. تعال نشوف هنا كده الاثنين دول 1 1 يعني 2، وده ب 1 برضو. طيب 2 مع 1 ب 2 اوفر 3 على الكليتور بارلل، 2 في 1 على 2 بلس 1 2 اوفر 3، 2 اوفر 3 بلس 1 يبقى ده عندي هنا كده فرع فوق 2 اوفر 3 بلس 1 يعني 5 اوفر 3. طب ودولت 1 و 1 على الكليتور بارلل يبقى هاف، هاف 1 1.5. لو خدتهم بارلل يبقى 5 اوفر 3 5 اوفر 3 في 1.5 على 5 اوفر 3 بلس 1.5
اديتني رقم اصغر من واحد. غلط. طيب 1 1 1 1 1 1 كل ده كده متوصل سيريس لو نفس الكرنت. يبقى عندي 1 2 3 4 5 6 مع الواحد بارلل، اكيد رقم اصغر من الواحد من غير ما احسبها اصلا. غلط. دي برضو 1 1 تبقى 2 و2 و2 وهنا في 1 1 بارلل معاهم، فالاجابه اصغر من 1 من غير ما احسبها برضو. غلط، لان هو يا جماعه عايز الاجابه تبقى ايه؟ ب1 في الاخر. فانت لو عندك 1 ريزيستنس بارلل مع اي حاجه الانسر يبقى اصغر منها، اصغر من 1 ما ينفعش، يبقى من غير ما احسبها اصلا. هنا بقى 1 1 يعني نص، 1 1 يعني نص، وهنا في 1 يبقى فوق في كام؟ 1.5 ونص يبقى فوق في 2. طب 1 1 برضو 2، 2 مع 2 بارلل بالكالكوليشنز برودكت على الصم، 2 في 2 على 2 بلس 2 يديني 1. الاجابه دي. يبقى انا بالاستبعاد فكست الدول على طول لان في 1 اوم بارلل معاهم، فكده كده غلط يعني. واضطريت ان احسب دي واضطريت ان احسب دي. In the opposite electric circuit when the position of the slider is changed from point A to point B. عايز يجيب السلايدر من النقطة دي للنقطة دي، من النقطة A للنقطة B، يعني هيلغي خالص الريزيستنس. Any choice will represent what will happen in the circuit. The length of the rheostat of the wire that carries an electric current. طول السلك هيحصل له ايه والكرنت هيحصل له ايه؟ مبدئيا طول ما انا بجيب السلايدر ده هنا، شو عايز ينقله من الA للB، من الA للB، بدل ما اجيبه هنا كده الكهرباء تمشي كده تطلع فوق وتمشي كده، فهي هتفكس خالص ومش تعدي اصلا على الريزيستنس. فانت كده بتصغر ايه؟ بتصغر اللينس بتاع الريوستات، يبقى ديكريز، يبقى الاجابه يا اما دي يا اما دي. طب والريزيستنس لما تقل الكرنت هي ايه؟ هيزيد، يبقى الاجابه انكريز. والانسر سي. The opposite figure represent a torch contains electric two electric cells. Which circuit represent التورش؟ أنهي سيركت بتعبر عن التورش دوت؟ أنا شايف طبعا قدامي هنا اتنين باتري اهو، نيجاتيف بوزيتيف، بعد كده نيجاتيف بوزيتيف، وبعد كده شايف لمبة، وبعد كده شايف سويتش. بس يبقى عايز اتنين باتري سيريس مع بعض وراهم لمبة وراهم مفتاح. اي حاجه بارلل غلط، يبقى سي ودي غلط، يا اما دي يا اما دي. طب هم عكس بعض ولا مع بعض؟ لا مع بعض. يعني ايه؟ بص، كرنت خارج من هنا، كرنت خارج من هنا، بيزقوا مع بعض، انما دي عكس بعض. وده مش موجود عندي هنا، ان هي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى لازم يبقوا ماشيين مع بعض. طيب السؤال اللي بعده، ذا ميتر ريدنج ايكوال، عايز يعرف قرايه الاي. طب الاي خارج من هنا باي، هيجي عند النقطة دي وإيه؟ ويتقسم. طيب أنا فوق عندي كام؟ 12، وتحت عندي كام؟ بص كده، دول إيه؟ متوصلين سيريس، 9 و 3 سيريس، يعني 3 بلس 9 ب 12 برضو. يعني الكرنت جاي كده، في هنا 12 وهنا في 12، وتفر بقى هنا كان في كام؟ وادي الباتري إيه؟ أنا اللي يهمني إن الكرنت هو خارج من الباتري. لما يجي هنا قدامي كام طريق؟ 1 2، والاثنين قد بعض يتقسم بالتساوي، يبقى اي على الاثنين، يعني نص اي، نص يخش فوق ونص يخش تحت. طب يا مستر لو ما كانوش ايكوال، هتستخدم قانون الكرنت ديفايدر. الكرنت اللي انا عايزه ايكوال الار الثانيه، طب اقول لك هنا برضو انا عايز الاي اللي هنا، صح؟ اكتب المقاومه الثانيه اللي بارلل ليها اللي هي ال 12 على مجموعهم هم الاثنين اللي هي 12 زائد 12 في الكرنت اللي داخل يتقسم اللي هو الاي، هيطلع لك الكالكوليتر نص اي. سواء بقى كانوا ايكوال 12 و12 او لا، انت هتطبق القانون ده في كل الحالات. بس انا كنت بقول لك ان هما لو قد بعض خلاص قسموا بالتساوي على طول من غير ما تحسب. In the electric circuit shown in the figure الريدنج بتاعت الاميتر 5، يبقى الكابتن ده بيقرا لي 5 امبير. والكرنت باسنج ثرو ذا ريزيستنس ار 2 امبير، واللي ماشي هنا ب 2 امبير. عايز الفاليو بتاعت ار2. طيب انا عايز ار2، ار2 القانون بتاعها ايه؟ في على اي، اي ار في الدنيا في على اي. دول متوصلين بارلل فالفولت ثابت. الباتري عندها كام؟ 12 فولت.
يبقى R1 عليها كام؟ 12 فولت. R2 عليها كام؟ برضو 12 فولت. يبقى الفولت بتاعي 12 فولت. طب والآي اللي ماشية هنا بكام؟ ما هو إذا كان الكارنت كله بخمسة أمبير، في فوق 2 أمبير، يبقى في تحت كام؟ 3 أمبير. معلش رسم، بس رسم ده غلط. أهي كارنت جاي كده، يبقى هنا في 2 أمبير على كلامه، يبقى هنا في كام؟ الباقي ما هو داخل خمسة، طلع فوق 2، يبقى في كام تحت؟ 3. 12 على 3 بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده، عايز قيمه الار، عايز قيمه الار دي، بيقول لي ماشي فيه 1 امبير والست ماشي فيها 2 امبير، واضح ان الاثنين بارلل فالفولت ثابت، يبقى هلجا للقانون اللي هو ايه؟ اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2. ليه يا مستر؟ ما هو الفولت اللي على الناحيه دي هو هو الفولت اللي على الناحيه دي. اوكي، الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا، فيبقى الاي في الار ايكوال اي في الار. يبقى لما تيجي تسمع كلمه بارلل لازم تفتكر ان الفولت ثابت، يعني اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2، او قانون الكارنت ديفايدر اللي هو اي توتال في ار 2 على ار 1 بس ار 2 يديني الكارنت اللي انا عايزه. يبقى الاجابه هنا هتكون كام؟ ها، 1 في ار على 6 في 2 ايكوال 6 في 2، ونجيب الار بكام؟ 12 اوم. تعال نشوف هنا the reading of the ammeter in the following circuit. طبعا لما يكون عندك سلك فاضي بارلل لحاجه اتفقنا انه بيلغيها، سلك فاضي بارلل لحاجه بيلغيها. عرفت يا مستر منين ان هو بارلل ليها؟ تعال نحط النقط، هحط دي 1، قلت لك لو في سلك فاضي لازم تمشي فيه، فقدامي طريقين اهم، بس خلصهم من الاول، خلص ده وانزل هنا تاني يبقى 1، وده برده فاضي يبقى 1. هتلاقي الخمسه اهم اولها 1 واخرها 1، يعني مفيش ديفرنس، نفس الاسم، مفيش بوتنشال ديفرنس، يبقى الاجابه ان دي اتلغت تماما. يبقى الاي هيكون بكام؟ في ب 6 والار اللي عندي ب 3، يبقى الاجابه 2 امبير. In the shown circuit on closing the switch K, the reading of the ammeter will. انا دلوقتي لما اقفل السويتش ده برضه سلك فاضي بارلل حاجه يلغيها، بس لازم تبقى مصحصح بقى. المقاومه دي متوصله سيريس ولا بارلل؟ ده يفرق جدا معايا، هنشوف اسئله كتير على القصه دي. هنا لما اقفل السويتش هلغي المقاومه دي. طب هي كانت متوصله ازاي مع ار 1؟ متوصله سيريس، بص معايا كده، كارنت خارج من هنا هيعدي على ار 1 هيجي هنا، انا لسه ما قفلتش، ده مفتوح يعني مش موجود اصلا بالنسبه لي، هخش في الار 2. اذا الار 1 والار 2 متوصلين سيريس، فحضرتك لما تقفل السويتش انت كده بتعمل ايه؟ بتلغي المقاومه دي، فالكرنت، فالمقاومه قلت فالكرنت ايه؟ يزيد. ده علشان هم متوصلين ازاي؟ سيريس، فلغيت مقاومه، فالكرنت لما الار تقل الاي تزيد. A و B are two identical bulbs. What will happen to the brightness of the bulbs when the switch is closed? طيب تعال نشوف كده. لما طبعا الاثنين متوصلين سيريس برضو، كارنت ماشي كده هو عادي، هيكمل عادي جدا كده ويرجع، ده في الاول. طب انا لما اقفل السويتش برضو بقى عندي ايه؟ سلك فاضي بارلل لحاجه يلغيها، يبقى لمبا بي جوز اوت، يبقى الاجابه يا هنا يا هنا. هو لمبا بي ده هيتحرق اصلا، مش هتنور، مش هتحرق سوري، مش هتنور اصلا، الكارنت هيطلع من هنا ويخش فين؟ ويخش هنا في السلك الفاضي على طول. طيب انا لغيت ريزيستنس، فالريزيستنس قلت فالكرنت ايه؟ يزيد. يبقى اضاءه اللامب ايه؟ هتزيد. يبقى A gets higher B goes out. تاني كده، اضاءه لمبه ايه زادت ليه؟ زادت عشان المقاومه قلت. قلت ليه؟ لانك لغيت دي. لغيتها ليه؟ عشان سلك فاضي بقى اسمه شورت سيركت او جامبر واير بارلل للسلك ده، بارلل لللمبه دي. يونيفورم واير اوف 48 اوم، هو سلك مقاومته 48 اوم. شيبد از ا كلوزد رينج، عملنا منه ايه؟ سيركل، خاتم، رينج، عايز الايكويفلنت ريزيستنس. لما السلك ده كده طوله مقاومته كلها 48 اوم، وانا اعمل منه سيركل واوصلها بالباتري بالمنظر ده، النص الفوقاني مقاومته تبقى كام؟ 24 اوم، والنص التحتاني برضه 24 اوم،
ليه؟ ما انا قسمت بالنص، هو الطول كله 48 اوم، قسمته نصين يبقى كل نص ب 24، منطقي. طب هما كده متوصلني ازاي؟ بارلل 24 مع 24 بارلل، تمسك الكالكليتر 24 في 24 على 24 بلس 24، او طبعا 24 على 2 عشان هما ار ال ان هما ايكوال، هيطلع لي كام؟ 12. الاجابه 12. نفس بقى القصه اللي انا قلت لك اعمل لي مربع، انت انا اعمل لك مربع كده وهتقابلنا برضو. لما اعمل مربع يبقى مقاومه السايد الواحد بكام؟ ها لو هو كان 48 يبقى 48 على 4 يبقى الواحد ب 12. وبرده جت السنه دي في 2022 الدور الاول، هتوصل انت بقى الريزنس فين؟ الباتري فين؟ هنا مثلا ولا ما بين دي ودي ولا بين دي ودي ولا فوق؟ على حسب. انا مثلا هوصلها هنا بين دي ودي كده، بقى عندي دولت سيريس بارلل مع دي. اللي عايز اقوله بس فكره انك تتخيل ازاي هتقسم الاوم الار. فهنا قالك عملت دايره خلاص، يبقى النص الفوقاني قيمه والنص التحتاني قيمه. عملت مربع يبقى كل سايد ب 12. عملت مثلث يعني وكله ايكوالاترال قد بعض، يبقى هقسم 48 على 3 يبقى الواحد منهم ب 16. وعلى حسب بقى لسه هيوصل البتري فين، فاهم؟ فاهم بتقسمها ازاي؟ على حسب السايدز اللي عندك. طيب 3 ايدنتيكال ريزيستورز قيمتهم ار، كونكتنج ويتش كونكشن جيفز سمولست فاليو بتوين اكس اند واي، عايز اقل مقاومه بين اكس وواي. طيب مبدئيا بين اكس وواي هنا غلط، دي سيريس 3 ار اصلا كبيره جدا 3 ار. طيب ودي دي كام؟ بين اكس وواي، بين اكس وواي ار واحده، بين اكس وواي مش تروح تجيب الار ايكويفالنت بتاع كلها، لا بين اكس وواي بس. طب هنا دولت سيريس ب 2 ار بارل مع الار، يبقى 2 على 3 ار. لما 2 ار في 1 على 2 بلس 1 هيطلع كام؟ 2 على 3 اللي هي يا جماعه كام؟ 0.6666 وهكذا. طب بين اكس وواي هما دول ايه اصلا؟ دول بارل نقفلهم على بعض كده، بقت الرسمة عاملة ازاي؟ ادي اكس وادي واي، دول بارلل بقرع الاثنين، سيريس مع دي بقى واحد ونص اهو سيريس، يبقى عندي هنا واحد ونص ار. مين بقى اصغر واحدة بين اكس وواي؟ طبعا ال 0.6 اللي هي بي. In the opposite figure R1 is greater than R2، الاثنين متوصلين بارل و R1 اكبر من R2، يبقى الايكويفالنت بتاعتهم مالها؟ اصغر من اصغر R، ما هو اصغر واحده اللي هي R2 يبقى الايكويفالنت اصغر من R2. مش مقتنع؟ حط ارقام، حط دي مثلا بثلاثة، حط مثلا دي باثنين، المهم ان R1 اكبر من R2، هتلاقي الانسر بتاعهم اصغر من الاثنين. لما تحسبهم بارلل برودكت على الصم 3 في 2 على 3 زائد 2 يعني 6 على 5، 6 على 5 على الكالكوليتر 1.2 يعني اصغر من الاثنين ولا لا؟ اصغر من الاثنين، يبقى لزان ار 2. طيب ذا سيكشن اوف ذا كونكتد ريزيستور ان ذا اوبوزيت دايجرام ويل هاف ذا ليست، ذا ليست ايكويفالنت ريزيستنس، عايز اقل واحده، لازم تكون لماح. انا عايز اقل واحده، طبعا ممكن واحد يقعد يجرب اصلا اربع اختيارات، ده كده كده ده اسوأ الظروف، لو انت خلاص مش عارف هتجرب لي اختيار اختيار. بس احنا بقى عايزين نبدا نتعود على ايه؟ الاجابه السريعه، لان الامتحان بيبقى طويل وصعب، فانت عايز توفر وقت في الامتحان. طيب اسهل طريقه ان انا اكيد هوصل، اكيد هيكون في بارلل في الموضوع، ما انا لو حطيت الباتري هنا او هنا او هنا ايا كان بين اي نقطتين كده كده هيكون في بارلل. طب انا عايز اصغر بارلل، يبقى هدور على اصغر ريزيستنس وركب عليها البتري. ليه بقى يا سيدي؟ لان انا مذكر ان البارل كونكشن اصغر من اصغر ار، بتديني ار ايكويفالنت اصغر من اصغر ار، اصغر ار عندي اللي هي ال 1 اوم، دول كلهم كده ايه؟ سيريس 2 و3 و4 يدوني كام؟ يدوني 8 ولا كام؟ 9، 9، التسعة دول بارلل مع ال 1 هيطلع لي انسر اصغر من ال 1. يا عم دول طلعوا مليون، مليون بارلل مع ال1 برضه اصغر من ال1، يبقى الاجابه ان وصل بين الاي والسي،
اصغر ريزيستنس. هوصل عليها الايه؟ هوصل عليها الباتري. الابس دياجرام شو ا سيكشن اوف ان الكتريك سيركت، عايز هنا الايكويفالنت ريزيستنس. طيب تعال نحط النقط مع بعض. يلا هنا هنسميها 1، سلك فاضي يبقى اسمها 1، سلك فاضي يبقى اسمها 1، سلك فاضي يبقى اسمها 1. طول ما احنا ماشيين في السلك الفاضي احنا نفس الاسم، لما اعدي على حاجه اغير الاسم، فهاجي هنا هسميها 2 وهنا 3 مثلا. يلا هتقابل عندك المقاومه دي اولها 1 واخرها 2، المقاومه دي اولها 1 واخرها 2، المقاومه دي اولها 1 واخرها 2، يعني الثلاثه دول كده بارلل مع بعض، هيدينا كام؟ 2 ار و2 ار. مستر انا ما اعرفش اتعامل مع الرموز دي، اعمل ايه؟ حط الار بواحد وريح دماغك، حطها باثنين، حطها بثلاثه، حطها باي رقم انت عايزه، بس اسهل الرقم اللي هو رقم كام؟ واحد. يبقى 2 يبقى حول ان الار واحد على الار ايكويفالنت، واحد على واحد اللي هي دي، بلس واحد على الاثنين اللي هي دي، بلس واحد على الاثنين اللي هي دي، هيطلع لك على الكالكليتر كام يا سيدي؟ هيطلع لك على الكالكليتر 2. بس خد بالك ان ده الواحد على الار ايكويفالنت، انا عايز الار ايكويفالنت، فبنقلب الانسر يبقى الار ايكويفالنت بنص. ايوه يا مستر الثلاثه دول بنص، سيريس مع مين؟ مع الار، يبقى واحد ونص. يبقى انا جبت دول بارلل، سيريس مع الاخيره دي. طيب اللي بعده عايز برضو الايكويفالنت ريزيستنس. يلا نحط النقط، ابدا من اي حته براحتك، انا هبدا مثلا من هنا واحد، تبقى دي واحد، مفيش اي سلوك فاضيه، عديت على مقاومه بقى اسمها 2، في سلك فاضيه اهو 2، عدى على 3. ها يلا نلاحظ بقى كده، هتلاقي ال 24 2 3، ال 8 2 3، يبقى الاثنين دول بارلل، يبقى الاثنين دول كده بارلل. طيب ال 18 1 2 وال 9 1 2، سيم ستارت سيم اند، نفس البدايه نفس النهايه، يبقى الاثنين دول برضو ايه؟ يبقى الاثنين دول بارلل. بس تعالى بقى كده نتخيلها واحده واحده. ال 8 وال 24 هنقفلهم على بعض كده، اوكي؟ فشكل الرسم بيعمل ازاي؟ لما احسب دول على الكالكليتر 24 و 8، 24 في 8 على 24 زائد 8 هيطلع لي 6. وهقفل ال 18 على 9، الميله كده دي هرفعها لفوق واقفلها على 9 كده. يبقى عندي هنا ايه؟ يبقى عندي هنا 18 في 9 على 18 زائد 9 هيطلع معاك 6 برضو. ايه علاقه 6 ب 6؟ سيريس، يبقى الاجابه 12. يبقى انت تخيلها زي المقص كده، بتقفلهم على بعض، ال 8 وال 24 قفلتهم على بعض، وال 18 وال 9 قفلتهم على بعض. طيب 37 زابوس الدياجرام شو ا سيكشن اوف الكتريك سيركت، برضو عايز الار ايكويفالنت. يلا نحط النقط، هبدا من هنا مثلا اسمها 1، سلك فاضي 1، سلك فاضي 1، سلك فاضي 1 1. طول ما انا ماشي وما قابلتش حاجه في سكتي، الاولويه للفاضي، وافضل نفس الاسم. قابلت الريزستنس اسميها 2، يبقى دي 2، سلك فاضي بنفس الاسم 2، عدي الناحيه الثانيه بقى اسمها 3، بقى اسمها 3. تبدا بقى تلاحظ كده مين بارلل، هتلاقي السته اولها واحد واخرها 2، والاربعه اولها واحد واخرها 2، وال12 اولها واحد واخرها 2، يعني دي ودي ودي، في الثلاثه دول كده بارلل مع بعض. يبقى انا هاخد دولت بارلل مع بعض على الكالكوليتر، يبقى الار ايكويفالنت الاولى 1 على 6 زائد 1 على 4 زائد 1 على 12، واقلب الانسر. 1 على 6 زائد 1 على 4 زائد 1 على 12 هيطلع لي نص. بس انا هقلب الانسر، لان الار ايكويفالنت اللي انا عايزها مش 1 على الار ايكويفالنت، الواحد على الار ايكويفالنت بنص، يبقى الار ايكويفالنت بكام؟ ب 2. ده بتاع مين بالظبط؟ بتاع دول. شكل الرسم بيعمل ازاي؟ 2 جنب ال 16 وعندي تحت كام؟ ال 6. يبقى 2 و 16 سيريس 18، 18 مع 6 بارلل، يبقى 18 في 6 على 18 زائد 6، يبقى الإجابة 4 ونص. طيب
دايما بنشيل الار ايكويفالنت التلاته ال 12 وال 4 وال 6 طلع الايكويفالنت بتاعهم باتنين. ارسم الاثنين فين؟ مكان واحده فيهم. اسهل مكان ما لخبطنيش المكان اللي ايه؟ المستقيم كده زي الست جنب ال 16 دي اللي هي مكان الست. فبقى عندي فوق 2 و 16 وتحت بقى لي مين؟ الست بس. السؤال اللي بعده. Which resistor carry electric current؟ اتفقنا لو في سلك فاضي اهو parallel لحاجة بيلغيها. طب ده يا مستر parallel للار 2 وparallel للار 3 يلغي الار 2 ويلغي الار 3. يبقى الكهرباء تمشي ازاي؟ كده تخش في الار 1 تكمل طريقها تنزل هنا وتكمل كده. يبقى الوحيدة اللي جواها كهرباء هي ار 1. طب وار 2 وار 3 اتلغوا عشان متوصلين مع جامبر واير او سلك فاضي. عايز هنا برضو الار ايكويفالنت لو كان كلهم لا مش ايدنتيكال هم مديني الفاليوز يلا نحط النقط دي هسميها 1. في سلك فاضي يبقى اسمها 1. في سلك فاضي يبقى اسمها 1. هعدي على مقاومه يبقى اسمها 2. يلا نلاحظ بعينينا كده هتلاقي 6 اوم اولها 1 واخرها 2. الثلاثة ار اولها 1 واخرها 2. الاثنين ار اولها 1 واخرها 2. طب والار دي اولها 1 واخرها 1 قلنا اللي اولها زي اخرها بتتلغي مالكش عليه خلاص اتشالت خلاص 1 2 1 2 1 2 يعني الثلاثه دول ايه بارل على الكالكليتر 1 على الار ايكويفالنت ايكوال 1 على 6 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 انا بعمل نفسي مش شايف الار يا جماعه ار 1 بعمل نفسي مش شايف هيطلع معاك الكالكليتر كام هيطلع معاك 1 تنساش بعد ما يطلع الانسر معاك تقلبه والانسر هيطلع معاك 1 فانا عارف لما تقلبها هيطلع 1 عارف بس قصدي ان دايما زي اللي فوق طلع 1 غير 2 تقلبها تبقى 2 وهكذا عايز قرايه الاميتر الاول ايه علاقه دول ببعض انت ممكن تنخدع بالشكل كده وتقول ان هم سيريس لا السيريس يبقى ما فيش اي حاجه ما بينهم ما فيش اي سلك بينهم بص كده في حاجه بتقطعهم اهي السلك ده ما ينفعش فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان الكرنت خارج من هنا هيجي هنا هيتقسم جزء على الثلاثة وجزء هيكمل يكمل يكمل لغاية ما يوصل للستة اوكي في طريقة تانية حط النقط كده 1 1 1 1 2 فهتلاقي ان الستة اولها 1 واخرها 2 والثلاثة اولها 1 واخرها 2 يبقوا الاثنين بارل نفس البداية نفس النهاية طيب المهم ان انا عايز قريت الاميتر الاميتر طبعا بيقرا الكرنت اللي في الستة خد بالك يبقى الاي ايكوال الفي على الار انا عايز الكرنت اللي في الستة لان هو قريت الاميتر هو اللي جنب الستة الاميتر هو اللي بتوصل بالستة طيب الفولت اللي عليها بكام بستة فانت هتقول لي يا مستر لا ده الفولت ده فولت الباتري ما هما الاثنين يا حبيبي متوصلين بارلل فدي عليها 6 فولت ودي عليها 6 فولت لان الفولت ثابت في البارلل خلاص يبقى عشان كده عملت 6 على 6 خدت ال 6 دي كلها على 3 لان الفولت ثابت في البارلل طيب in the opposite circuit the ratio between the reading A1 و A2 تعال الاول نحدد كده هم دول ايه علاقتهم ببعض يلا 1 1 1 سلك فاضي 1 يا مستر لا ده مش فاضي دي اميتر كانك مش شايفه الاميتر ده قلنا مقاومته صغيره جدا جدا وبنعتبره مش موجود 1 هعدي هنا بقى اسمها 2 بقى دي اسمها 2 بقى دي اسمها 2 برضه الاميتر على نفسه مش شايفه بقى خلاص برضه 2 هتلاقي الار دي اولها 1 واخرها 2 والار دي اولها 1 واخرها 2 والار دي اولها 1 واخرها 2 يبقوا الثلاثه بيتهم 1 ونهايتهم 2 يعني ثلاثه بارلل يعني اكني هرسمها لك كده وادي الباتري يا سيدي طيب انا عايز احسب قيمه الكارنت تعالى نفترض مع بعض بما انهم كلهم ايدنتيكال نفترض كل واحده ماشيه فيها 1 امبير يبقى اللي بره اصلا كان بكام 3 امبير انا افترضت من دماغي كده ما هم كلهم ايدنتيكال يعني كلهم نفس الكارنت نفس الاي خلاص يبقى 1 1 1 اوكي يبقى دي مش فيها كام 1 امبير ودي مش فيها كام 1 امبير ودي مش فيها كام 1 امبير واللي جاي من بره اصلا بكام ب 3 امبير بالعقل كده بقى فكر فيها لما يكون هنا جاي 3 امبير
يوفى عند النقطة دي. في واحد أمبير طلعه فوق، يبقى كم دخل في الفرع ده؟ 2 أمبير، ما هو كله 3 أمبير أصلا. في واحد فوق يبقى في 2 تحت، يبقى في 2 هنا. أوكي؟ طيب هاتها من الآخر كده. لو هنا في واحد أمبير جاية من هنا، وفجأة جه حاجة من هنا وبقوا 3 أمبير، يبقى الحاجة دي كانت بكام؟ 2 أمبير. ما هو هنا في واحد أمبير رايح كده وفجأة بقوا 3، يبقى اللي كان داخل عليا من هنا ده برضو 2 أمبير. يبقى الاثنين بكام؟ ده 2 أمبير وده 2 أمبير، يبقى لما أقسمهم على بعض هيديني كام؟ 1 to 1. نفس السؤال برضو متكرر بس بأرقام. تعال الأول نحط النقط، يلا 1 1 1، هعدي الأميتر برضو 1 1، مثلا هعدي الريزنس كده تبقى 2 تبقى 2، همشي في الأميتر سيكي فاضي 2 2، هتلاقي ال 24 أولها 1 وآخرها 2، وهتلاقي ال 12 أولها 1 وآخرها 2، وهتلاقي 6 أولها 1 وآخرها 2، يبقى كلهم إيه؟ بارل، سيم ستارت سيم سيم إند. يبقى انا عندي هنا كده ايه؟ 1 1 1 1 1، بعد كده 2 2 2 2، خلاص كلهم بارلل، وتاكدنا 1 2 1 2 1 2، سيم ستارت سيم اند. طيب المره دي بقى هما مش ايكوال وفي ارقام عندك، يلا ده احسب. همسح بقى ده خلاص، انا اثبتت لك ان هما بارلل خلاص. تعالى بقى نحسب دي عليها كام فولت، 24 ودي 24 ودي 24. ما تقوليش يا مستر دول جنب بعض يبقوا سيريس، لا هما بارلل، واثبت لك ليه. يبقى كل واحده منهم وصل لها كام؟ 12 فولت. تمام، يبقى الكارنت هنا بكام؟ 24 على سوري 12 على 24، يبقى الاي اللي في ال 24 اوم بيكوال 12 على 24، هيطلع عندك نص امبير. طب والكارنت اللي هنا 12 على 12 1 امبير. ما اعرفش ماشي ازاي، انا عارف ان ده اكيد ماشي كده والكارنت ده اكيد ماشي كده. طب الكارنت اللي في 12 ما اعرفش هو ماشي ازاي، بس انا عارف قيمته انها 1 امبير. طيب ال 12 على 6 ب 2 امبير، واكيد برضو هيمشي كده لانه لازم يرجع للسيركت يا جماعه. يبقى هنا في كام؟ 2 امبير. يبقى انا عندي هنا نص امبير وهنا 1 امبير، 12 على 12 في على اي، يعني الاي اللي في ال 12 اوم 12 على 12 1 امبير، والكرنت اللي في ال 6 اوم في على اي، يعني 12 على 6 ب 2 امبير. يعني واضح ان الكرنت التوتال بكام؟ 2 1 ونص 3 ونص. يبقى الكرنت اللي جاي من هنا بكام يا جماعه؟ ب 3 ونص. دخل في ال 24 نص اوم، يبقى الاميتر اللي فوق ماشي فيه كام؟ 3 سوري دخل في ال 24 اوم نص امبير، يبقى فوق فيه كام؟ 3 امبير. يبقى كله كان 3 ونص، دخل هنا نص، يبقى فوق فيه 3. طب هاتها لي برده من الناحيه الثانيه، هنا خارج كام؟ اكيد برده 3 ونص، وهنا في كام؟ 2 امبير. يبقى اكيد هنا في كام؟ 1 ونص امبير، عشان يتقابلوا مع بعض هنا ويبقوا كام؟ 3 ونص. يبقى ميتر 1 في كام؟ 1 ونص. يلا هو عايزك تقسم مين على مين؟ اميتر 1 على اميتر 2. اميتر 1 على اميتر 2. اميتر 1 بواحد ونص، اميتر 2 بثلاثة، واحد ونص على ثلاثة بنص. يبقى انا عملت ايه؟ حسبت الكارنت على كل ريزيستنس، بما انهم بارلل يعني الكارنت اتقسم عليهم، هنا في نص، هنا في واحد، هنا في 2 امبير، يبقى الكارنت اصلا من بره بكام؟ 3 ونص امبير، التوتال 3 ونص امبير. اجي عند النقطة دي، هنا في كام؟ انا عارف ان هنا في نص امبير. طيب فوق في كام؟ الباقي اللي هو الثلاثة. من الناحية التانية انا عارف ان اكيد هيخرج ويخش للباتري 3 ونص، وفوق من هنا في ال 6 اوم معدي 2 امبير، يبقى كام في اميتر 1؟ الباقي اللي هو 1 ونص، واجمعهم على بعض. The show in circuit all resistors equal R. افترض ان الار بواحد، وريح دماغك. So the current value equal كام؟ عايز قيمة الاي اللي هي اللي بره دي يا جماعة. تعال نبسط الرسمة كده. انا عندي دي بارلل اهي مع دي بواحد اوم، بقى خلاص هفردها ب1، ودي ودي سيريس، يبقى عندي هنا 2 ار.
2 اوم سوري، انا هفترض ان ارب 1 عندي هنا 2 امبير، يبقى هنا في كام؟ طب ما انا عشان اعرف اللي هنا في كام لازم اعرف هنا في كام عشان اجمعهم على بعض. ما هو اكيد الكرنت كان جاي كده، جه عند النقطه دي متقسم واتقابله هنا تاني وخرجوا تاني اي، فانا عايز اعرف هنا في كام. طب ما دول بارلل، قلنا في البارلل الفولت ماله ثابت، يبقى اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2، اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2. اي 1 بكام؟ ب 2 وار 1 برضو 2، اي 2 اللي هو اللي هنا عايز اعرفه، ار 2 اللي هي ب 1، يبقى الاي 2 ب 4. ما تروحش بقى تختار الاربعة، لا هو الكرنت اللي هنا ب 4، اي 2 اللي ب 4، انا عايز الاي اللي بره بكام؟ 4 و 2 6. يبقى ما تستعجلش في الاجابه على مهلك. In the shown circuit the voltage across the battery equal كام؟ عايز يعرف قيمه الباتري كام؟ طبعا ال V برضه equal I في ايه؟ I في R. تعالى نجيب ال R الاول. هما الاثنين دول مع بعض ايه؟ سيريس. مع الثلاثه دول بارل، يعني ممكن نرسمها بطريقه اشيك شويه. عندي هنا الباتري ايه جنبيها 8 وفي فوقيها بص كده 5 و1 دول سيريس جنب بعض ب 6 تمام. وبعد كده عندي 1 و2 و4 برضو 6 طيب، وفي الاخر خالص فوق عندي 3، يبقى هنا كده في 3 بقى ترسمها ابسط شويه، يبقى 3 و3 مع بعض بارلل بكام؟ 6 في 3 على 6 في 3 هتدي لك 2، يبقى همسح دول وهكتب مكانهم 2. ايه علاقه 2 بال1؟ سيريس 2 بلس 1 ب 3، يبقى امسحهم وهرسم واحده ب 3. ايه علاقه 3 بال6؟ بارلل، يعني 3 في 3 اكس على 6 بلس 3 2، امسحهم وارسم واحده ب 2. ايه علاقه 2 بال8؟ سيريس، يبقى الار بكام؟ ب 10. يبقى انا عرفت في النهايه ان الفي ايكوال اي في ار، وعرفت ان الار بكام؟ ب 10. ناقص حضرتك مين بقى؟ الاي. تعال نفكر فيها واحده واحده. انا كل الجيفنز اللي معايا ان فوق في 4 امبير، عايز اعرف هنا في كام وهنا في كام وهنا في كام وهنا في كام لغايه ما اعرف الاي توتال بكام. بص يا سيدي، انت عارف ان السته دي اللي هي الاثنين والاربعه دول بارل مع الثلاثه صح؟ يبقى الفولت واحد، يبقى اي في ار ايكوال الاي في الار، يبقى 4 في 3 ايكوال الاي في السته، يبقى الاي بكام؟ ب 2 امبير. يبقى انا عارف ان هنا في كام؟ 2 امبير. يبقى اللي داخل كان هنا كام؟ ها؟ 2 و4 6 صح كده؟ طيب ايه كمان؟ عايز اعرف الكرنت اللي هنا والكرنت اللي هنا، يعني الكرنت اللي كان داخل ده اتقسم لكام والكام عشان اعرف التوتال كام. طيب واحده واحده كده، تعالى نرجع مع بعض نلم الدوشه دي كلها. انا عندي هنا باتري وهنا في 8 اوم جنبها، ما اعرفش هنا كان في كام اللي هو اسمه اي توتال، بس عندي هنا مقاومه بسته اللي هي يا جماعه الخمسه والواحد ماشي فيها كام برضو ما اعرفش، بس انا عارف ان المقاومه اللي فوقيها اللي هي بثلاثه، ما هو الثلاثه دي اللي هي ايه؟ الواحد والدوشه دي كلها زي ما عملتها من شويه، معدي فيهم كام؟ 6 امبير. طيب 6 برضو السته والثلاثه بارل، يبقى الاي في الار ايكوال الاي في الار، يبقى 6 في 3 ايكوال كام؟ في 6. 6 في 3 ايكوال الاي 3 في 6، يبقى الاي 3 بكام؟ ب 3 امبير، يبقى هنا في كام؟ 3 امبير. يبقى اصلا التوتال كان كام؟ 6 و 3 9 امبير. طيب ارجع هنا احط ال 9، يبقى 9 في 10
ب90. مساله طويله شويه بس بتدربك على فكره ايه، ان الفولت في البارل كونستنت في الاي في الار ايكوال الاي في الار، وتبدا بقى انك ترجع خطوه خطوه من فوق خالص لحد هنا. يا اول حاجه عملتها اني بسطت الرسمه، قلت ان الثلاثه بارل مع السته دي، سيريس مع الواحد، بعد كده بارل مع السته، بعد كده سيريس مع الثمانيه زي ما رسمتها لك من شويه، وبتترجع خطوه خطوه لغايه ما احسب الاي هنا بكام. طيب 45 V1 بيقرا 60 فولت، ده بيقرا 60 فولت، و V2 بيقرا 50 فولت. عايز يعرف R1 بكام؟ عايز يعرف R1 بكام؟ طيب تعال نمسك كده 60 فولت دي. ال 60 فولت دي ايكوال الاي في الار. الاي ما اعرفهاش ولكن الار اعرفها. من هنا لحد هنا دي دراعات الفولت ميتر. ما بينهم كام؟ ال 10 وال 20 متوصلين ازاي؟ سيريس، يبقى 30. يبقى الاي بكام؟ ب 2 امبير. يبقى الاي اللي مش هنا بكام؟ ب 2 امبير. هتقول لي يا مستر ما ده فولت ميتر، ليه ما عملتش زي الاميتر واعتبرت سلك فاضي؟ قلنا الفولت ميتر مقاومته عاليه جدا اكنك مش شايفه، مش موجود خالص اصلا. اوكي، ده مش موجود ولا ده موجود، فشكل الرسمه اصلا عامل كده اهي، كده ثم كده ثم كده بس. يبقى هنا في كام؟ 10، وهنا في 20، وهنا في ار. ده شكل الرسم. الفولت ميتر مقاومته عاليه جدا اكنك مش شايفه، اعتبرها انفينيتي ما لا نهايه. طيب بعد ما جبت ان الاي ب 2، ارجع بقى معايا ال V2. مش V2 ده بيقرا كام؟ 50. والاي اللي معديه ب 2، الار بكام بقى؟ V2 ادي دراعه وادي دراعه، مين ما بينهم؟ ال 20 والار 1. يبقى 20 والار 1 متوصلين سيريس. اعرف احسب قيمه الار 1، هيطلع هنا 25 ايكوال 20 زائد ار 1، يعني ار 1 ب5. انت ممكن لحد هنا تعمل شيفت سولف على الكالكليتر. يبقى فكره المساله ان الفولت ميتر ما اكني مش شايفه، ما بعتبروش سلك فاضي، سلك مقاومته عاليه جدا اكني مش شايفه خالص، بلغيه بمسحه باستيكه كده. فيبقى شكل الرسمه كلهم سيريس، وتتعامل بقى عادي جدا الفي ايكوال اي في ار. الفولت الاولاني 60 على المقاومه اللي تحتيها 30، جبت الاي خلاص. ارجع بقى نفس الاي هنا كده اهو، ارجع هنا تاني 50 على الار اللي هنا اللي هي 20 زائد ار 1. 50 على 20 زائد ار 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2 امبير. او تقول ان ال 50 ايكوال 2 امبير في 20 زائد ار، زي ما انا عملت هنا كده، قلت ال 50 ايكوال 2 زائد اف تايمز 20 بلس ار 1، وتجيب قيمه ار 1. ماشي. ذا ريزستور ان بوث سيركتس ميد ذا سيم ماتيريال، كلهم نفس الماتيريال، نفس الرو يعني، ونفس الاريا. عايز الاي على الاي 3، عايز الاي اللي هنا على الاي 3 اللي هو اللي فوق ده. طيب تعال الاول كده مع بعض نحسب الريزيستنس ونحسب الاي برضو. انا هفترض من دماغي ان الرو والال والاريا ب 1 عشان اسهل على الحسابات. طيب الار هنا بكام؟ الريزيستنس رو في اللينس 6 على الاريا 1 يعني ب 6. يبقى اي 1 بكام؟ 5 على 6 في على ار يعني 5 على 6. ده اي 1 كده، ده الاي الكبير. طب تعالى هنا الار اصلا بكام؟ الار ده على ده، وعايز ده بس بكام؟ رو اللي هي بواحد، ال اللي هو بال واحده، على الاريا اللي هي بواحد برضه يعني بواحد. يبقى الاي بكام؟ اي رقم 3 في على ار. يا مستر دول بارل، يبقى نفس الفولت اللي هي 5 على 5 على 5، يبقى 5 على 1 ب 5. كده انا معايا اي 1 وكده معايا اي 2. اي 1 5 على 6، اي 3 5 امبير. يبقى الاي كبير والاي 3 معايا، اقسمهم لي على بعض، 5 على 6 ديفايدد 5 على الكالكليتر، 5 على 6 ديفايدد 5 طلع لي كام؟ طلع لي 1 على 6. يبقى انا جبت الاي في كل واحد فيهم. هنا الاي في على ار، طب فين الار؟ رو ال على الاريا، رو ال على الاريا. قال لي ان هم نفس الاريا ونفس الرو فحطيتها ب 1، وكلهم ان ترم اوف ال 6 ال 2 ال 3 ال، حطيت ال ب 1 عشان اعرف احسب
قيمه الار. طيب سؤال 47 in the showing figure 3 conductors of same material كلهم نفس الماتيريال نفس الرو connected in parallel زي ما احنا شايفين. الريزيستنس ات واي بت ايكوال 10. عايز قرايه الاميتر اللي بتوصل بزد. طيب هنا مبدئيا مديني ان هو 2 ال والريديوس بتاعها يبقى دي الريديوس اللي هو الحته دي بس الريديوس بتاعه 2 ار وهنا الريديوس بتاع الحته دي بار والريديوس بتاع الحته دي نص ار. طيب تعال نشوف كده الاول ريزيستنس واي بتساوي كام؟ رو في اللينس 2 ال على الاريا باي ار سكوير. متنساش السكوير على ال 2 ار كلها. فيبقى عندك 10 ايكوال على 4 باي ار سكوير ال 2 طلعتها بره اهي و2 باور 2 ب 4 اهي باي ار سكوير. طيب يبقى انا عندي من هنا كده ان الرو ال على الباي ار سكوير ايكوال 20. هتفهم دي عملتها ليه دلوقتي؟ اركنها بس على جنب دلوقتي. جبت كل الرموز في ناحيه والارقام في ناحيه. امسك لي بقى ريزيستنس زد. انا عايز احسب ريزيستنس زد. ار زد ايكوال كام؟ رو في اللينس بتاع زد ال على الاثنين على الاريا بتاعت زد باي ار سكوير. باي والار عباره عن ار على الاثنين كلها سكوير. ده يبقى بكام؟ رو ال اوفر 2 باي 1 اوفر 2 لما تعملها باور 2 تبقى 1 اوفر 4 يبقى 1 اوفر 4 ار سكوير. الكالكليتر 1 على 2 ديفايد 1 على 4 دي لك 2 يبقى 2 رو ال على باي ار سكوير. مش انا بقى جبت ان الرو ال على الباي ار سكوير ب 20؟ يعني كل ده كده ب 20 يبقى 2 في 20 ب 40. يبقى انا عرفت ان مقاومه واي 20 اوم سوري 10 اوم ده جيفن. مقاومه زد حسبتها بكام؟ 40 اوم. الاي زد بقى الاميتر بكام؟ في 80 على الار بتاعه زد اللي احنا جبناه ب 40 يبقى 80 على 40 بكام؟ ب 2 امبير. يبقى القصه كلها كانت في الحركه بتاعت ايه؟ انك تجيب الرو ال باي ار سكوير تشوف قيمتها كام؟ لان وانت بتحسب ريزيستنس زد فضلت مكمل مكمل لغايه ما وصلت 2 رو ال على باي ار سكوير. ايوه ده بيساوي كام يعني؟ فمن اللي قبلها بقى من الجيفن اللي هو مديهولك ان الار بتاعت واي ب 10 عرفت ان الرو ال على الباي ار سكوير على بعضها بتساوي 20 فاروح اعوض بيها هنا. وصلت؟ في طريقه ثانيه ان انا اعمل ريشيو نكتبها فين؟ تعالى كده نكتبها هنا نمسح ده طيب ونكتبها تاني. انك تقول ار واي على ار زد ايكوال هما نفس الماتيريال مش هكتب الرو خلاص. ار واي انا عارفها ب 10 اصلا. الرو طارت. لينس الاولاني 2 ال. لينس الثاني ال على الاثنين. اريا الاولاني اللي هو ده باي ار سكوير. خد بالك هي 2 ار بس عاملاها سكوير تبقى 4 ار سكوير. اريا الثانيه ار على الاثنين يبقى 1 على 4 باي ار سكوير. طير لي بقى اللينس مع اللينس الباي مع الباي ار سكوير مع ار سكوير هتلاقي الكلام ده كله بكام؟ هتلاقي 10 على ار زد ايكوال 2 في 1 اوفر 4 على 2 سوري دي هاف في 4 تبقى كام؟ 4 على 16 4 على 16 4 على 16 4 على 16 يعني 1 على 4 يعني ار زد ايكوال 10 في ار 10 في 4 يبقى الار زد ايكوال كام؟ ايكوال برضه 40. واعتقد دي يعني افضل ليك لان انت مذاكر اوريدي درس اسمه اللي هو الدرس اللي فات الريشيو بتوين تو وايرز
فانا عملت ريشيو بين ده وده اللي هو اللي احنا متعودين عليه عادي عشان اجيب ار زد بتساوي كام. خلاص او الطريقه الاولانيه اللي انا عملتها بس دي اسهل لك يعني. طيب تعال نجرب 48 the voltmeter reads 40. فين الفولتميتر؟ اهو بيقرا 40 فولت. طب 40 فولت على 8 امبير على 8 اوم يديني 5 امبير. ما انت معاك الفي ومعاك الار، جبت الاي من القانون ده الفي ايكوال اي في ار. الفي ب 40 الاي ما اعرفوش، الار ب 5 الار ب 8 قصدي، الاي بكام؟ ب 5 امبير. ده اللي عملته. والاميتر بيقرا 2 امبير، ده بيقرا لي كام؟ 2 امبير. طب ما هو اصلا داخل من هنا 5 امبير، هنا في 2 امبير، يبقى فوق في كام؟ 3 امبير. طب هل في جيفنز ثانيه؟ لا خلاص كده، وعايز بقى قيمه ار اكس. خلاص اتفقنا ان الاثنين دول بارلل، وانا لما نسمع كلمه بارلل تفتكر اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2 او الكرنت ديفايدر. هنا مش محتاج اقسم الكهرباء، بنقسمها خلاص. اجيبها ازاي؟ حول اي في ار يبقى 3 في 8 اي في ار ايكوال اي في ار 2 في ار اكس. يبقى الار اكس يطلع معاك بكام؟ يطلع معاك ب 12. عايز v1 على v2 او سوري انزل شو ان فيجر v1 على v2 equal 6 v1 على v2 equal 6. وعايز قيمه مين؟ وعايز قيمه r. خد بالك ان v1 دراعاته متركبه على من هنا لهنا، يعني الار وال50 مع بعض، انما v2 الار دي بس. تعال نشوف كده، يبقى v1 على v2 equal v1 بكام؟ اكيد i في r. الار بكام؟ 50 زائد r، لان دراعات v1 ماسكه ال50 والار كلها، يبقى i ف50 زائد r. طب وv2 برضو i في r نفس الاي، لان هو سيريس، ما هو الكرنت هيمشي كده، الكرنت داخل من هنا ومكمل طريقه لغايه ما يخرج، ما بيتقسمش على الفولتميتر. قلنا الفولتميتر مقاومته عاليه اكنك مش شايفه. خلاص يبقى كام؟ r بس، مش مستاهله براكتس، r بس. كل ده بكام؟ ب 6. هو اللي قايل v1 على v2 equal 6. ابدا ان انا كنسل الاي مع الاي، بقى عندي 50 زائد r على r equal 6. ممكن لحد هنا شيفت سولف وتحسبها على الكالكوليتر هيطلع لك قيمه الار بكام. انا هعملها مانيولي عادي، 6 في r 6 r equal r زائد 50 اهو. ده في ده، ما هو ده على واحد يا جماعه، 6 في r equal 50 زائد r في واحد. هات لي من هنا الار الناحيه الثانيه، يبقى 5 r equal 50 يعني الار ايكوال 10، يبقى الاربع 10. طبعا انت مش محتاج تعمل كل اللي عملته ده، انت ممكن لحد هنا تعمل شيفت سولف اوكي على الكالكوليتر. In the opposite figure the equivalent resistance between two points A and B is، عايز الار ايكوفلنت. طيب تعال نفكر فيها واحده كده، بس نقرب شويه. هتلاقي ان النوت اسمها واحد، امشي من اي طريق انت عايزه، كلهم زي بعض. هسمي مثلا دي 2 تبقى دي 3 تبقى دي 4 تبقى دي 5. ما استفدتش اي حاجه، مفيش اي نقطه اتكررت، مفيش بارلل، مفيش حاجه سيم ستارت سيم اند. تاكد ان في سيريس، عينك بقى تبقى لماح كده وتشوف فين السيريس. السيريس هو تو ريزيستور معدي فيهم نفس الاي. طيب الكرنت لما جينا اتقسم على الثلاثه، لا دول مش سيريس، دول مش سيريس. اه بص بقى كده، الكرنت اللي هنا هيروح فين؟ هيمشي كده. فاكيد السته والسته دول ايه؟ سيريس. يبقى دي مع دي سيريس. وهتلاقي عندك في الملزمه قلت لك من اشكال السيريس ممكن يعمل كده. فالكرنت جاي من هنا وخارج من هنا عادي، ايه المشكله؟ مكمل كده عادي. فالاثنين دول ايه؟ فالاثنين دول سيريس. يبقى اذا عندي هنا ايه؟ دولت هنلمهم في 12. يبقى انا عندي السيركت كده، ممكن نجيب قلم ابيض ونرسمها او نمسح الحته دي. يبقى انا هشيل ده خالص، بص كده بقت ايه؟ بقت دي قيمتها 12. خلاص حط بقى النقط كده، واحد اثنين ثلاثة، سلك فاضي ثلاثة، بعد كده أربعة،
بقى واضح دلوقتي ان ال 12 دي اولها 2 واخرها 3 وال 12 دي اولها 2 واخرها 3 يبقى الاثنين دول هنفعصهم في بعض كده دول بارلل برودكت على الصم 12 في 12 على 12 بلس 12 او 12 على الاثنين اللي هقرا على ايه عشان ما يكول هيطلع لك 6 يبقى انا همسح الاثنين دول خالص برضو بالقلم الابيض اهو هشيل دول تماما واكتب مكانهم كام واكتب مكانهم الايكويفالنت بتاعهم اللي هو هيطلع كام اللي هو هيطلع 6 يبقى هشيل دي كده واكتب مكانها 6 اهو يبقى دي كده بكام ب 6 والنقط بقى زي ما هي خلاص يعني النقط زي ما هي مش حاجه جنبها زي ما هي كده لسه ما فيش حاجه بارلل طب ما انا عندي ان دولت واضحه جدا ان دول ال 12 وال 6 دول ايه نفس الكارنت اهو نفس الكارنت اللي عندي فيهم يبقى الاثنين دول ايه سيريس فيبقى عندي هنا كده 12 تحت وبعد كده عندي في النص هنا كده 9 وعندي هنا كده 6 وعندي بقى ال 12 وال 6 دول سيريس سوري ب 18 اهو ب 18 واضح جدا ان دولت بارلل تعال نشوف ادي 1 2 2 اوكي وهنا مثلا 3 مثلا يبقى هتلاقي ان دي 1 2 ودي 1 2 سيم ستارت سيم اند يبقى الاثنين دول ايه يبقى الاثنين دولت بارلل يبقى 18 في 9 على 18 زائد 9 وتشوف هيطلع معاك كام على الكالكوليتر يبقى الار ايكوال 18 في 9 على 18 زائد 9 ونشوف هيطلع كام يبقى 18 في 9 على 18 زائد 9 هيدينا 6 يا شباب يبقى انا هشيلهم هما الاثنين وهرسم مكانهم مقاومه واحده بس ب 6 طيب ال 6 وال 6 دول ايه سيريس خلاص واضحه قوي ايه علاقتهم يبقى ب 12 ايه علاقتهم بال 12 دي بارل يبقى 12 مع 12 بارل هيديني في الاخر كام برضو هيديني في الاخر 6 يبقى الانسر الاخير هيكون 6 تمام سؤال 51 in the opposite electric circuit the difference between the equivalent resistance of the circuit in case of opening and in case of closing تعال نحسبها لما السيركت تكون open ولما السيركت تكون closed مبدئيا وهو open انت اكنك مش شايف اكنك مش شايف السيركت اصلا ليه ما هو open مش موجود اصلا فانا همسحه خالص كده وتبقى المساله هبله قوي ايه علاقه الاربعة على اربعة بارل عادي جدا يبقى الار ايكويفالنت وهو open عايز تاكد ادي 1 1 2 2 يعني دي اولها 1 2 دي اولها 1 2 يعني بارل خلاص كده انا جبتها هم الاثنين 4 و4 بارل يعني ب 2 برودكت على الصم 4 في 4 4 بلس 4 ايه فين اللي بقى السويتش ده يلا نحط النقط كده 1 سلك فاضي يا مستر امشي فيه 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 وقلنا اللي اوله 1 واخر 1 من ايه بنلغيه يبقى ده هيتلغي عشان اوله 1 واخر 1 وده اوله 1 واخر 1 هيتلغي يعني الار ايكويفالنت بكام بزيرو مفيش اصلا يبقى الار ايكويفالنت في حاله الكلوز الار ايكويفالنت في حاله الكلوزد ايكوال زيرو ليه لان الكارنت هيمشي كده هيطلع فوق هينزل تحت يخش كده هيمشي كده هيطلع فوق كده هينزل في السلك الفاضي هيكمل تاني طريقه ويفكس لمين ويفكس للتو ريزيستورز دول يبقى الفرق بينهم كام الفرق بينهم 2 هو عايز الديفرنس ده ماينس ده لما 2 ماينس 0 ب 2 سؤال 52 اول حاجه يا شباب بس الاختيارات اللي عندك مكتوبه دي غلطه طبيعيه الارقام غلط دي الاختيارات اللي صح تمام طيب in the opposite electric circuit the values of the equivalent resistance of the circuit before and after closing switch عايز يحسب ال R equivalent before وafter closing switch تعال نشوف كده وهو open وهو open يعني كده مش معانا
الكي ده مش موجود اصلا. تعال نحط بقى كده نقط 1 عدينا على ريسنس بقت 2 3 عدينا على ريسنس بقت 3 عدينا على ريسنس ثالثه بقت 4. مفيش ولا سيم ستارت ولا سيم اند، مفيش رقم حتى تكرر معانا، فاحنا كده اكيد عندنا سيريس. يبقى انا همسح الكلام ده خالص وابص بقى فين السيريس. قلنا السيريس لازم تو ريزيستور معدي فيهم نفس الكرنت. هتلاقي طبعا الكرنت لما جه هنا اتقسم لفرع واثنين وثلاثه. الفرع الثالث ده اللي هيعدي ال 15 اوم هيعدي برده على 15 اوم دي، فواضح ان الاثنين دول كده مع بعض سيريس. يبقى اول حاجه ان انا هرسم السيركت الثاني اهي، هنا في 15 وبعد كده هنا في 15 وهنا في 5 وال15 وال15 دول بكام؟ ب30. طيب وبعد كده نبدا بقى نحط النقط 1 سلك فاضي 1 عدينا على ريسنس تبقى 2 عدينا على ريسنس تبقى 3. قلنا لما بنعدي على ريسنس بنغير الاسم، وطول ما احنا في السلك الفاضي نفس الاسم. يبقى عندنا ال15 1 و2 اولها 1 واخرها 2 وعندنا ال30 اولها 1 واخرها 2. يبقى كده الاثنين دول مع بعض بارلل، نحسبهم بارع كالكليتر برودكت على السم 30 15 على 30 بلس 15 هيطلع لك 10. يبقى انا ممكن اشيل الاثنين دول واكتب مكانهم 10. فيبقى شكل الرسم عامل ازاي؟ شكل الرسم بيعمل كده، عندنا هنا 15 تحت زي ما هي، ودول خلاص همسحهم هما الاثنين وارسم ال10 اللي هي الايكويفالنت بتاعهم مكان واحده فيهم. هرسمها مثلا مكان ال30، يبقى عندي 15 هنا و10 فوق وادي ال5 زي ما هي موجوده هنا، وكده مكبرين طريقنا عادي. خلاص كده السيركت بقت سهله جدا، بقى واضح ان ال10 وال5 الاثنين نفس اللاين نفس الواير، يبقى الاثنين سيريس. يبقى 15 بارل مع ال15 الثانيين، يبقى 15 مع 15 بارل 7.5. يبقى انا عايز حاجه اقولها 7.5، او خلينا نقول ان ده البيفور الاول. ماشي، يبقى البيفور، يبقى احنا جبنا ان البيفور خلاص الار بتاعته بكام؟ ب 7.5. طبعا هو انت كده خلاص عرفت اكيد ان الانسر هيكون ايه، بس بيكون برضو في الفاينل انسرز او في الفاينل سوري في الامتحان بيكون في اجابتين اولهم 7.5، فانت هنفترض ان دي برضو 7.5. يبقى احنا لسه مش عارفين، احنا بس جبنا بيفور. طب بقى نجيب افتر، يبقى انا همسح الكلام ده كده واقفل بقى السويتش. تعال بقى نقفل السويتش كده، بقت الريسنس دي معانا خلاص او السويتش خلاص كده قفلناه. طيب تعال نحط النقط 1 عدينا على الريسنس تبقى 2 عدينا على الريسنس تبقى 3. في سلك فاضي، ما انا مش هينفع انزل، قلنا لو في سلك فاضي لازم نكمل في السلك الفاضي، فهنزل كده تبقى دي 3، سلك فاضي تبقى دي 3. واتفقنا ان السلك الفاضي لما يكون بارل لحاجه بيلغيها، او الريزيستنس اللي اولها وبدايتها نفس الاسم بيلغيها، فال5 اوم دي بقى اولها 3 واخرها 3، يبقى انا هشيلها. الريزيستنس اللي التيرمينالز بتاعتها نفس الاسم بنلغيها، او السلك الفاضي لما يكون بارل لحاجه بيلغي الحاجه دي. طيب يبقى انا كده همسح ال5 اوم دي خالص، مش عايزها، مش شايفها اصلا. طيب نبدا بقى نشوف كده ايه النقط بتاعتنا. هنلاقي ان ال15 اولها كام؟ 2 3 1 3 1 3. طيب انا عندي هنا ال15 دي 1 واخرها 3، وال15 اللي في النص دي 1 واخرها 3، يبقى الاثنين دول بارل. طب احنا لسه عاملين من شويه برضو ان ال15 دي، لسه قايلين من شويه ان ال15 دي وال15 دي كده كده سيريس صح؟ معدي فيهم نفس الكرنت، فلو هرسمها تاني يبقى عندي 15 تحت، وعندي 15 مايله كده، وعندي ال 30 بتاعتي اللي فوق، ودي كام كده؟ 30. تمام؟ يبقى ال 15 مع ال 15 سيريس اهي 30، وادي ال 15 المايله اهي، وادي ال 15 اللي تحت. رسمت الواير ده او ما رسمتوش مش فارقه يعني. طيب وبعدين نبدا بقى ناخد نحط النقط تاني. هيبقى عندي هنا 1 سلك فاضي تبقى 1، عديت على ريزيستنس تبقى 2 تبقى 2 عشان سلك فاضي برضه. فهتلاقي ال 15 دي اولها 1 واخرها 2، وال 15 دي اولها 1 واخرها 2، وال 30 اولها 1 واخرها 2. نبدا ناخدهم بارلل،
ال 15 مع 15 بارلل 7.5 15 او 1 على 30 بقى ناخدهم كلهم بارلل لما بعض على طول 1 over 30 plus 1 over 15 plus 1 over 15 تلاقي الانسر 1 over 6 يبقى الواحد على الار equivalent equal 1 over 6 ما تنساش ان احنا بنقلب الانسر يبقى تبقى 6 يبقى فعلا الانسر ايه هيكون نمبر ايه بس زي ما قلت لك اللي اخترت لك المكتوب عندك في الاول غلطه بس من بعيد طيب سؤال 53 the ratio of the equivalent resistance when the switch is closed and when the switch is open يبقى مره هنقفله مره هنفتحه تعال نشوف هو open عايز اجيب ال R وهو open تعال نشوف مبدئيا نحط النقط 1 هعدي على resistance بقى اسمها 2 اطلع فوق ولا امشي في الفاضي امشي في الفاضي الاولويه للفاضي فهمشي كده بقى اسمها 2 هعدي على ريزيستنس ثانيه بقى اسمها 3 هل في حاجه بارلل بص كده التسعة 1 و 2 ودي 1 و 2 طبعا السويتش اوبن يعني ده مش معايا كون السويتش اوبن يا شباب يعني 6 اوم دي انا مش شايفها اصلا اهي كانها مش موجوده كلمة switch open خلاص انا مش شايف الكلام ده اصلا يبقى عندي كده ايه التسعة والتمنتاشر parallel اولها 1 واخرها 2 ودي اولها 1 واخرها 2 يبقى الاثنين دول parallel الناحية التانية التسعة اتنين تلاتة والتمنتاشر ما بين الاثنين والتلاتة هي برضو ايه parallel يبقى الاثنين دول parallel والاثنين دول parallel وهي علاقتهم بعض serious يبقى انا عندي دلوقتي التسعة والتمنتاشر بارلل هنقفلهم على بعض كده هنفعصهم في مقاومة واحدة والتمنتاشر والتسعة نفس الكلام ويبقوا الاثنين مع بعض سيريس يبقى عندي الار ايكويفلنت هتكون ايكوال كام؟ 18 في 9 على 18 زائد 9 كل الكلام ده بلس التسعة والتمنتاشر برضو 18 في 9 على 18 زائد 9 تطلع كام؟ تعال نشوف 18 في 9 على 18 زائد 9 تديني 6 6 و 6 12 ده كده مين ده كده وانا اوبن تعال بقى نقفل السويتش ونشوف لما اقفل السويتش ال 6 اوم بقت معايا دلوقتي تعال نحط النقط يلا تاني برضو 1 عدي مقاومه بقت 2 سلك فاضي بقت 2 عدي ناحيه الريال 3 بص بقى بقى عندك التسعة اولها 1 واخرها 2 ال 18 اولها 1 واخرها 2 فلسه ما زال التسعة وال 18 دول بارل مع بعض بستة وبرده التسعة 2 3 وال 18 بدل 2 وال 3 يبقى برده التسعة وال 18 دول برده ايه؟ بارل ماشي طب والستة اولها 1 واخرها 3 ما عنديش حاجة اولها 1 واخرها 3 بص بقى لما نلم احنا لما اجي اخد دلوقتي دي ودي بارلل هنفعصهم على بعض كده وال 18 وال 9 نفس الكلام تلاقي لي كام من شويه؟ تلاقي ال 12 ال 12 دي اولها كان كام؟ كان 1 واخرها كان كام؟ كان 3 يبقى من 1 ل 3 مين برضو من 1 و 3 اضفناه جديد؟ ال 6 اوم من 1 ل 3 يبقى هنا في كمان 6 اوم طب 12 مع 6 بارلل تديني كام؟ 12 في 6 على 12 زائد 6 تديني 4 يبقى الـ R في حالة الـ closed تديني 4 طب انت طالب مني ايه؟ انا عايز الريشيو لما يبقى closed divided الـ open 4 على الـ 12 4 على 12 تديني 1 على 3 يبقى الفكرة كلها افتكر الحركة دي السلك ده جاي من فوق كده حركة كوبري ده معناه ان هو جاي من فوق اوكي فلما نقفل 9 وال18 تديني 6 على بعض كده وكذلك ال9 وال18 تديني 6 ال6 مع ال6 ب12 مين بارلل من تحتيهم كده ال6 اوم اللي هي دي نيجي للسؤال نمبر 54 عايز برضو الار ايكويفلنت تعال نحط النقط النود اسمها 1 في سلك فاضي لازم تمشي فيه اسمها 1 اي فرع انت عايزه همشي مثلا هنا يبقى 2 في سلك فاضي يبقى اسمها 2
ريزيستنس بقى اسمها ايه؟ 3. طيب هتلاحظ مين نفس البدايه نفس النهايه، هتلاقي ال 12 اولها 1 واخرها 2، ال 12 اولها 1 واخرها 2، ال 6 اولها 1 واخرها 2. اذا الثلاثه دول مع بعض كده بارل، على الكالكوليتر هيدوا لك 3. فانا هشيل كل ده، هشيل الستة، هشيل الاتناشر، وبقى عندي هنا ايه مكان دي بقى فيه تلاتة. اتفقنا؟ وكنا حاطين النقط من شوية، واحد واحد اتنين. خلاص واضح جدا ان الاربعة والاتناشر، الاتناشر اولها واحد ودخلها تلاتة، والاربعة اولها واحد ودخلها تلاتة، يبقى الاتنين برضو ايه بارل. على الكالكليتر اتناشر في اربعة على 12 زائد 4 هيديني كام؟ هيديني 3. فانا هشيل الاثنين دول، هشيل الاربعه دي وال12 دي، واكتب مكانها كام؟ 3. تمام؟ خلاص ايه بقى علاقه الثلاثه بالثلاثه؟ ما هو بالك فيه كرنت خارج من هنا وداخل من هنا، فالرسمه عامله كده اهي، 3 و3 مع بعض سيريس، نفس الكهرباء ماشيه فيهم 6، والناحيه الثانيه في 3 بس اتقابلوا كده وخرجوا كده. ايه علاقه 6 بال3؟ بارل، يبقى الاجابه 2. 6 في 3 6 زائد 3. السؤال اللي بعده برضو عايز الفاليو بتاعت الايكويفالنت ريزيستنس في نيو بي، تعال نحط نقط، هسمي دي 1، عديت على ريزيستنس بقى اسمها 2، قدامي سلك فاضي لازم امشي فيه 2، سلك فاضي لازم امشي فيه برضو 2، ويبقى هنا جوه فيه كام؟ 3. وتلاحظ بعينيك مين نفس البدايه نفس النهايه، هتلاقي ان التسعه اولها 3 واخرها 2، والتسعه اولها 3 واخرها 2، والتسعه اولها 3 واخرها 2، يعني دي ودي ودي كل اللي في النص دول كده بارلل مع بعض، 9 و9 و9 بارل، هيدي لك كام كالكليتر؟ 3. همسحهم وارسم مكانهم واحده بس ب3. هرسمها فين؟ اسهل شكل لعينيا خط المستقيم ده، فانا هخلي دي 3 اهي. طيب ايه علاقه ال 18 بال 3؟ سيريس على نفس الخط اهو، 21. يبقى شكل الرسمه في النهايه عندي فوق 21، وعندي في النص 21، وعندي تحت 21. حتى لو انت خدت بالك كده، ال 21 اولها 1 واخرها 2، وال 21 اولها 1 واخرها 2، وال 21 اولها 1 واخرها 2، يعني الثلاثه 21 دول على بعض ايه؟ بارل. 21 على الثلاثه ب 7، خدهم بارل ار على ان. سؤال 56 برضو عايز الايكويفلنت ما بين A وB. نبدا نحط النقط، هبدا من اي نقطه وليكن هنا 1 1 1 1، لان كل ده سلك فاضي. طيب هخش جوه، يبقى هنا اسمها ايه؟ 2. عايزك بس تركز في حاجه، خد بالك ان الريزيستنس بتاعتنا اللي هي النقطه A اللي ال 3 اوم دي، النقطه A اصلا مش لامسه السلك، اوكي؟ دي بس التركايه. فلما تيجي تبص كده، التسعه اولها 1 واخرها 2، والتسعه اولها 1 واخرها 2، والتسعه اولها 1 واخرها 2، يعني الثلاثه دول مع بعض كده ايه؟ بارل بثلاثه. لما نلمهم على بعض بثلاثه، ايه علاقتهم بالثلاثه دي؟ سيريس، يبقى الاجابه 6. السبيشال كيس اللي كنا اتكلمنا عليها اللي اسمها قلنا ويتستون بريدج، قلنا مش هنعرف المنهج بس انت برضو لازم تبقى عارفها، معلومه مش تخسر. طيب الراجل بيقول لي ان الاميتر ايكوال زيرو، الاميتر ريدنج ايكوال زيرو، اتفقنا مع بعض ان لو الاربعه على الثمانيه ايكوال السته على الار، يعني لو الريشيو ده على ده ايكوال ده على ده، الفرع اللي في النص الكرنت فيه يبقى بزيرو. فالراجل بيقول لك ان الكرنت اللي في النص يبقى بزيرو، يبقى الار دي بكام؟ يعني كانه بيقول لك سمع لي الريشيو كده، 4 على 8 ايكوال 6 على ار، يبقى الار بكام؟ هتعمل كروس مالتيبليكيشن، 6 في 8
على الأربعة تطلع 12. يبقى الكيس دي لازم تبقى عارفها خلاص، ده على ده ايكوال ده على ده، يبقى الفرع اللي في النص هيشيل كارنت بزيرو. When closing switch K the equivalent resistance between X and Y equals K. الراجل عايز يقفل السويتش ده، تعال نشوف كده. حط النقط 1 عديت على ريزنس بس ما 2 سلك فاضي 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 2. الأولوية دايما للسلك الفاضي دايما، تعدي على مقاومة بقى اسمها 3. اي حاجة ما بين نفس الاسم تتلغي. العشرة دي من التو والتو، شكرا. العشرين دي من التو والتو، العشرين دي من التو والتو، خلاص. يبقى الإجابة كام؟ 20. جت منين؟ العشرة اللي معايا في الاول. ما هو كارنت هيمشي ازاي؟ كارنت هيمشي كده، هيجي هنا هيلاقي قدامه ثلاث فروع. كم فرع؟ العشرين والعشرين والسلك الفاضي. هيمشي في الفاضي، هيلاقي قدامه برضو فرعين. يمشي في التن ولا في الفاضي؟ يمشي في الفاضي، وكده ينزل في الفاضي، وكده يكمل طريقه تاني. يبقى قابل كم ريزيستنس؟ التن والتن بس اللي هما التوينتي. هنا عايز الفاليو بتاعت الاي. اي اي في الدنيا اتفقنا مع بعض ان هو في على ار. الفي بكام؟ ب 12. الار عايزين نجيب الار ايكويفالنت في الشله دي. حط النقط، يلا هسمي دي 1 حتى لما قوم باسمها 2 حتى لما قوم باسمها 3. في حاجه اسمها ستارت سم اند؟ مفيش. يبقى اتاكد ان في سيريس لازم تخلصه. فين السيريس؟ واضح جدا ان الكرنت لما يجي هنا هيتقسم حبه هنا وحبه هنا. اللي مشي في الثلاثه دي هو اللي هيكمل في الثلاثه دي. فاكر لما رسمت لك قلت لك اشكال السيريس وارد عامله ازاي؟ كنت برده راسم لك نفس المنظر، قلت لك ممكن يعمل كده. فبرده هلاقي ان الثلاثة والثلاثة دول ايه؟ مع بعض سيريس بستة. ايه علاقة الستة بالثلاثة؟ بارلل. يبقى الاكويفلن بتو 12 على 2 6 امبير. نفس الاسبيشال كيس اللي اتكلمنا فيه اللي قلنا ويتستون بريدج. قلنا لو كلهم ار 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 وار وار وفي ما بينهم واحدة بنلغيها خالص، ريزيستنس واحدة وتفر قيمتها كانت كام؟ ويتستون بريدج بيقول ان لو في عندي المنظر ده كده لو ده ديفايدد ده ايكوال ده ديفايدد ده، الفرع اللي في النص بيتلغي. طب ما هم لو كلهم ب 1 هل الرول بتاعت ويتستون بريدج هتحقق؟ اه. طب ما هو 1 على 1 هي 1 على 1 اكيد، فده هيتلغي، فالبرانش ده هيتلغي هيتشال خالص. تعالى كده نرسمها، شيل ده الاول. نبدا نشوف بقى كده ايه. واضح جدا ان الاثنين اللي بره دول سيريس، دول كده الكرنت هيخش هنا وهنا سيريس. طب ودول برضو سيريس، يعني عندي فوق فيه 2 ار وفي النص فيه 2 ار وتحت فيه 1 ار. 2 و2 بارل، خدوا بقى كلهم بارل خلاص، بس انا بعملها بدماغي على طول. 2 و2 هيدوني 1، 1 مع 1 يدوني هاف. سؤال 61 مساله كيوب، هي مش علينا بس هي ايه مساله هاي ليفل كده انت برضو تعرف فكرتها مش اكتر. كلهم ايدنتيكال، عايز يعرف الار ايكويفالنت بكام. قلنا الانسر بتاعها 5 اور 6 ار. تعال نشوف بس جت منين كده. دلوقتي الكرنت داخل هنا عند النقطه دي، هيقابل قدامه كام طريق؟ ثلاث طرق، واحد واثنين وثلاثة، اللي هو ده وده وده. فهيتقسم على ثلاث حتت وثلاث حتت قد بعض لان هما كلهم ايدنتيكال اصلا. فهنا هيبقى عندي 1 اوفر 3 اي، وهنا 1 اوفر 3 اي، وهنا 1 اوفر 3 اي. طيب عظيم. الكرنت بقى لما يجي هنا هيلاقي قدامه كام طريق؟ طريقين، واحد اتنين، فهيتقسم بالتساوي 1 over 3 divided 2. يبقى هنا في 1 over 6i، يبقى هيمشي كده مثلا وكده. هيتقسم على كام فرع؟ فرعين، 1 over 6 و 1 over 6.
طيب هرجع تاني هخرج من هنا، مش انا لما خرجت من هنا اكيد دي كام جزء؟ ادي واحد وادي التاني وادي التالت، فاكيد الفرع الواحد فيهم فيه كام؟ 1 over 3 برضو، مش هو هو داخل اتقسم على التلاتة وهو خارج برضو هيتجمع تلاتات، تلات فروع يخشوا يتركوا ايه؟ اي توتال. يبقى هنا فيه برضو 1 over 3 اي، وفي الاخضر 1 over 3 اي، وهنا 1 over 3 اي. انا يا سيدي هقول لك ايه؟ ان ال v equal اي توتال ار اكويفلنت، وانا عايز اعرف الار اكويفلنت دي في نفس الوقت ايكوال كام؟ همشي من هنا لحد هنا، هبدا من النقطه دي لحد النقطه دي، همشي في الطريق ده بس عشان ده اللي كتبت عليه الارقام. فالفولت هنا زائد الفولت هنا زائد الفولت هنا، الفولت هنا بكام؟ اي في ار 1 اوفر 3 اي في الار. طيب بلس الفولت هنا بكام؟ 1 اوفر 6 اي في الار بلس الفولت هنا بكام؟ 1 over 3 i في الار. اجمع لي بقى الكلام ده على الكالكوليتر، 1 على 3 زائد 1 على 6 زائد 1 على 6 هيديني كام؟ 5 على 6 i في r. اقدر من هنا اشطب ال i total مع ال i total، هيبقى عندك ال r equivalent بكام؟ 5 على 6 r. اوكي؟ طيب نيجي للي بعده، ال equivalent units. مين الاوم في المتر؟ انا عايز ايكويفالنت يونت، فك اي واحد فيهم، لاسل تفك الاوم مثلا، فولت على امبير في متر. طب هو ده اصلا بيقيس مين؟ مين اوم في متر ده؟ اللي هو الريزستيفيتي او اللي بنسميها سبيسيفيك ريزيستنس. مين فولت في متر على امبير؟ انا لسه كاتبها، فولت على امبير متر اللي هو ايكويفالنت يونت، فولت على امبير اللي هو اوم. هو فولت يا جماعه على امبير في متر، مين فولت على امبير اللي هي اوم، يبقى الايكويفالنت يونت اوم في متر. بتقيس مين برضو؟ ريزيستيفيتي. طب مين مقلوب الريزيستيفيتي؟ الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي برضو عايز ايكويفالنت يونت، خلاص امبير على فولت متر نيجاتيف 1. مين وات في سكند؟ باور في تايم، ده اللي هو الانرجي. الانرجي الباور انرجي على التايم، فيبقى الانرجي باور في تايم، وات في سكند، يبقى ده بيقيس لي الانرجي الالكتريك انرجي. طب انا عايز ايكويفالنت يونت، فك بقى اي حاجه فيهم، فك الوات مثلا، الوات فولت في اي، مش انت عارف ان الباور في اي، يبقى ممكن اقول له فولت في امبير في سكند. طب مين جول على السكند؟ احنا لسه قايلين اهو انرجي على التايم، اللي هو مين؟ الوات، اللي هو مين يعني؟ الالكتريك باور. طيب مين امبير سكوير في ار؟ ما احنا عارفين ان الاي باور اي سكوير في ار، يبقى انا كده بقيس مين؟ بقيس الباور. عايز ايكويفالنت يونت الوات، او فولت في امبير، او في سكوير على ار، اللي هو في سكوير على الاوم. كل النقط صح.